الجزء الثاني من كرينيال نيرفز عدديا لسه مازال معانا 10 كرينيال نيرفز، بس مش عايز العدد ده يخضكم. ال10 الفاضلين كان اصعب منهم 5 و7، يعني ان شاء الله دول اسهل بكتير من 5 و7. تمام، ما عدا اللاست فور برضو صعبين شويه اللي هو 9 و10 و11 و12. تمام، ومهمين يعني دول برضو باهميه 5 و7. طيب 9 و10 و11 و12 فاكرين القصه اللي فاتت لما قلنا كرينيال نيرفز بتطلع منين، التقسيمه بتاعتها او الاتاتشمنت بتاعها؟ قلنا ايه؟ قلنا 1 و2 لو تفتكروا ماسكين السيريبرال هيمسفيرز، 3 و4 ميد برين، 5 6 7 8 بونز، 9 10 11 12 مضله اوبلونجاته. يبقى اول كلمه لينا ان اللاست فور كرينيال نيرفز 9 و10 11 و12 طالعين منين؟ من مضله اوبلونجاته. يبقى هنجيب الصوره هنا اهوت على المنطقه بتاعت المضله لوحدها. ادي المضله، انتوا خدتوا الاستراكشر بتاع المضله وعارفين شكلها من بره عامل ازاي. لو قلنا دوت الميد لاين بتاعها يبقى النص اليمين والشمال زي بعض، يبقى في ثلاثه اليفيشنز ورا بعض. اول اليفيشن جوه على الميديال سايد دوت اسمه بيراميد. جنب البيراميد في اليفيشن شبه الزيتونه بنسميه اوليف. بعد كده في اليفيشن بيلف يمسك في السيربيلم اسمه ايه؟ انفيريور سيربيلر بلانكل. تمام؟ طيب انزل تحت شويه، ما دام ديت المضله وبلونجاتا يبقى دوت سباينال كورد. يبقى الفتحه اللي بتفصل ما بين الاثنين او الفتحه اللي بيعدي فيها المضله عشان تعمل سباينال كورد، الفتحه دي هي ايه؟ فورم الماجنم بتاعت السكال. جنب الفورم الماجنم لو تفتكروا بقى السكال لما خدتوها كان في فتحتين صغيرين، واحده الناحيه دي واحده الناحيه الثانيه. الفتحتين دول كان اسمهم ايه؟ ليهم اسمين، الاسمين واحد. في ناس يسموها الاسم الاحسن هايبوجلوسال كانال، والاسم ده احسن ليه؟ لان بيشرح ايه اللي معدي فيها. لما اقول هايبوجلوسال كانال يبقى معدي فيها نيرف اسمه هايبوجلوسال نيرف، اللي هو الكرانيال نيرف رقم 12 اخر واحد. فدي بسميها يا اما هايبوجلوسال كانال يا اما في ناس يسموها ايه؟ انتيريور كوندايلر كانال، الاثنين واحد. تمام؟ طيب بص جنب الفتحه دي كان في فتحه كبيره في السكال في المنطقه ديت في البوستيريور كرانيال فوسه اسمها ها جاجولار فورم. اسم الفتحه دي ايه؟ جاجولار فورم. احنا قلنا اللاست فور كرانيال نيرفز رقم 12 بيعدي في دي، يبقى ناقص لي 9 و10 و11 الثلاثه الباقيين بيعدوا في دي. الجاجولار فورم بيعدي فيها ايه؟ 9 و10 و11. طب هم اساميهم ايه؟ لسه قايلين 12 اسمه هايبوجلوسال نيرف. يعني ايه هايبو؟ يعني تحت. هايبوجلوسال يعني نيرف جاي من تحت اللسان. طب النيرف التاسع اسمه ايه؟ اسمه جلوسو فارنجيال نيرف. جلوسو فارنجيال نيرف. طب النيرف العاشر اسمه ايه؟ فيجاس نيرف. طب النيرف 11 اسمه ايه؟ اسمه اكسسو. اسمه ايه؟ اكسسو. تمام؟ طيب في بقى قاعده قلناها في 5 و7 نكررها تاني مهمه. احنا اي كرينيال نيرف يجي لنا في الامتحان بنتكلم عن ايه فيه؟ النقط الاساسيه في الكرينيال نيرف. لو جيت مثلا قلت لك اتكلم عن الجلوسو فارنجيال نيرف من غير ما احدد لك هتتكلم عن ايه؟ اول حاجه هتقول لي النيوكلياي بتاعته، يعني هو طالع منين ديب في البدايه، النيوكلياي بتاعته اسمها ايه؟ وكل نيوكلياس ايه الوظيفه بتاعتها؟ بعد كده تقول لي ايه؟ تقول لي الامرجنس بتاع النيرف، يعني بيظهر فين من البرين ستيم، بيطلع منين من البرين ستيم. ثالث حاجه هتقولها لي الفتحه اللي بيعدي فيها، يعني بيخرج من السكال للنك من خلال انهي فتحه. رابع حاجة ودي انتوا ما بتحبوهاش بس بتبقى مطلوبة على قد ما تقدر، ايه هي؟ كورس. ماشي ازاي؟ السكة اللي هو ماشي فيها. خامس حاجة الديستريبيوشن او البرانشز، تقول لي اسامي البرانشز وبتدي ايه؟ ده كده السكيلتون بتاع ايه؟ كرينيال نيرف. تعالوا بقى نشوف نطبق الكلام دوت على اللاست فور كرينيال نيرفز. مبدئيا كده هوت لاست فور كرينيال نيرفز قلناها المرة اللي فاتت المعلومة دي، يفرقوا عن الباقيين وهم طالعين بإيه؟ ان الكرينيال نيرفز الثمانيه اللي فاتوا بيطلعوا ايه؟ بحبل واحد، بروت واحد. انما لو بصيتوا على تسعه، ادي تسعه و10 و11 وادي 12، هتلاقيهم في البدايه طالعين بايه؟ بكذا شعره، بكذا روت. فالكذا شعره اللي بتطلع في الاول دي بنسميها روتلتس. يبقى اللاست فور كرينيال نيرفز بدايتهم حاجه اسمها ايه؟ روتلتس. تمام؟ زي ما انتم شايفين كده تسعه و10 و11 في ناحيه لوحدهم و12 بيطلع لوحده. لسه قايلين اسامي الاليفيشنز دي. يبقى 9 و10 و11 بيطلعوا فين؟ ما بين الاوليف والانفيريور سيربيلر بدانك. تمام؟ و12 لوحده بيطلع ما بين ايه وايه؟ ما بين البيراميد والاوليف. ادي اول كلمه ليها. طبعا في كلمه قبليها المفروض نقولها اللي هي ايه؟ النيوكليار. بس كده الامرجنس بتاعها.
لو جيت مثلا قلت لك الفيجاس نيرف بيطلع منين، هتقول لي ما بين كذا وكذا وتزود لي كلمه اللي باينه في الصوره، تقول لي ان الفيجاس هو تاب وهو طالع فوقيه 9 وتحتيه ايه 11. طب لو كلامك على 9 تقول لي تحتيه فيجاس، طب لو كلامك على 11 تقول لي فوقيه الايه الفيجاس. تمام، يعني توصفه مقارنه باللي حواليه. تمام، طيب ادي كده الايه الثلاث نيرفات دول طلعوا عدوا في الفتحه دي زي ما اتفقنا اللي اسمها الايه جاكولار فورام. طب النيرف دوت لوحده طلع عدى في الفتحه اللي اسمها الايه هايبوجلوسال كانال، هينزلوا على النك بعد كده. تمام، طيب بص لي على النيرف دوت، ده رقم كام اتفقنا؟ 11. اسمه ايه اتفقنا؟ اكسسوري نيرف. قال لك الاكسسوري نيرف دوت مقسوم لجزئين، او هو في البدايه وهو طالع طالع بجزئين. جزء زي ما انت شايف متلون باللون الاخضر طالع من المظله واللونجاتا، وفي جزء تاني متلون بالاحمر جاي من تحت. طب الجزء اللي جاي من تحت دوت طالع منين؟ ده السباينال كورد اتفقنا، ادي 1 2 3 4 5 هو طالع من الابر 5 سيجمنتس اوف سباينال كورد. لو دخلت ديب هتلاقيه طالع من نيوكليس موجوده جوه السباينال كورد في السيجمنتس دي. النيوكليس دي اسمها ايه؟ اسمها سباينال نيوكليس اوف اكسسوري، مش هو اسمه اكسسوري؟ يبقى النيوكليس اللي جوه هنا اسمها ايه؟ سباينال نيوكليس اوف اكسسوري. طب والجزء دوت بيطلع منين؟ بيطلع من نيوكليس موجوده في المظله والبلونجاتا. طب دوت هيطلع لفوق يعدي في مين دلوقتي كده قدامنا؟ الجزء ده هو سباينال بارت اوف اكسسوري نيرف، هيعدي في مين؟ في الفورم المجني. يبقى كان الاول فين؟ في النك، دخل على ايه؟ على السكال، وياخد لفه كده بحيث يقابل مين هنا في المنطقه دي؟ يقابل الكرينيال بارت، يقوموا الاثنين يتقابلوا مع بعض هنا اهوت فين؟ عند الجاجولار فورمن، يمسكوا في بعض، واول ما يعدوا من الجاجولار فورمن ينفصلوا تاني. مجرد ما ينفصلوا تاني يقوم دوت نازل تاني على النك، دوت اسمه ايه؟ سباينال اكسسوري. امال دوت اسمه ايه؟ كرينيال اكسسوري. الكرينيال اكسسوري اول ما يخرج ينفصل هنا يقوم داخل في مين؟ في الفيجاس نيرف. ويبقى هو والفيجاس نيرف حاجه واحده. يعني بعد كده مش هتلاقي هنا في النك ايه؟ مش هتلاقي كرينيال اكسسوري. فين الكرينيال اكسسوري؟ في قلب الفيجاس. تمام؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ ادي الايه 11 او الاكسسوري نيرف. تمام؟ طيب خش لي بعد كده على الايه؟ على الاوريجن بتاعهم او النيوكليال. امسك لي الكرينيال نيرف رقم 12، 12 دوت بيور موتور نيرف. يعني وظيفته الوحيده ان هو بيدي ايه؟ ماسلز، عضلات. عشان كده لو دخلت ديب هتلاقيه جاي من نيوكليس واحده بس. يبقى النيوكليس الديب دي بتاعته اسمها ايه؟ هايبوجلوسال نيوكليس على اسمه. نوعها ايه النيوكليس دي؟ موتور نيوكليس، وظيفتها تدي ايه؟ ماسلز. يبقى كده خلصنا من النيرف دوت، يبقى هنركز في مين دلوقتي؟ 9 و10 و11 ايه يا ترى النيوكلياي بتاعتها؟ بص لي الناحيه الثانيه، طبعا في زي دي الناحيه الثانيه. عندي كام نيوكليس هنا؟ اهي مكتوب ايه الحروف عليها؟ A B C D E 5. كل واحد من دول باستثناء 11 يعني انا اقصد ايه 9 و10. 9 و10 بيطلعوا من كام نيوكليس كل واحد؟ من 4 نيوكليال. يعني احفظ لي اسامي الخمسه دول، الخمسه دول اكتبهم مع 9 او 10 وبعدين تعالى على كل نيرف من دول شيل واحده فيهم. تمام؟ طيب اسامي النيوكلياي ايه؟ نفكر الاول، هو 9 او 10 ايه اللي مطلوب ان هم يدوه؟ مطلوب ان هم اول حاجه يدوا ماسلز، يبقى لازم يبقى لهم حاجه اسمها موتور نيوكلياس، صح الكلام؟ تاني حاجه مطلوب ان هم ياخدوا سنسيشن، يبقى لازم يبقى لهم سنسوري نيوكلياس. تالت حاجه مطلوب ان هم يدوا بارا سمباثيك سبلاي، يبقى عايزين بارا سمباثيك نيوكلياس. رابع حاجه ياخدوا تيست، تيست سنسيشن. واحد هيقول لي ازاي تيست؟ ما احنا خدنا التيست المره اللي فاتت كوردا تمبراي، بس الكلام ده كان في انهي جزء في الطنج؟ انتيرور تو سيرفيس، لسه في التلت الوراني بتاع الطنج ولسه في منطقه ورا الطنج، كل دي فيها تيست، فده هيتشال على 9 و10. يبقى لما تيجي تكتب لي هجيب لك مثلا في الامتحان اقول لك ايه؟ جيف ان اكونت اون جلوسو فارينجال نيرف، عايز تجمع اسامي النيوكليال، يبقى تفتكر ان انت كان عندك كام نيوكليس؟ خمسة. عايز كام واحدة للجلوسو فارنجيال منهم؟ أربعة. واحدة موتور، واحدة إيه؟ سنسوري، واحدة إيه؟ بارا سمباثيك، واحدة إيه؟ تيست. تبتدي تدور على أساميهم. بص بقى، الموتور نيوكليس بتاع 9 و10 و11 كمان هي موتور نيوكليس واحدة، بص عليها كده اللي هي مكتوب عليها حرف الإيه. اسمها إيه النيوكليس الموتور دي؟ اسمها نيوكليس أمبيجوس أو نيوكليس أمبيجوس. انطقها بالطريقة اللي أنت عايزها، تمام؟ طب النيوكليس دي لو تلاحظ ان هي مقسومه ثلاث تتلات، ادي التلت الفوقاني اللي متلون بالاسود، وادي التلت الوسطاني، وادي التلت التحتاني. يبقى متقسمه على قد الثلاث نيرفات. يبقى الجلوسو فارنجيال نيرف هياخد من التلت الفوقاني بتاعها، والفيجاس هياخد من التلت الوسطاني، والاكسسوري هياخد منين؟
من التلت التحتاني، بس الاكسسوري اني جزء منه؟ كرينيال اكسسوري هو اللي بياخد من التلت التحتاني موتور. لكن السباينال اكسسوري بياخد منين؟ من السباينال نيوكليس بتاعه الايه؟ الاكسسوري. تمام؟ سهل لغايه دلوقتي؟ ادي اول نيوكليس. طب النيوكليس الثانيه كان اسمها ايه؟ سنسوري. طب مين السنسوري نيوكليس اللي موجوده هنا؟ اهوت هي دي. دي قلناها قبل كده سباينال نيوكليس اوف تريجيمينال، مشتركه مع الترايجيمينال ومع دول، وكانت داخله مع مين كمان؟ مع الفيشيال. فاكرين؟ يبقى اسم النيوكليس دي السنسوري سباينال نيوكليس اوف تريجيمينال. هتكتبها مع 9 او هتكتبها مع ايه؟ مع 10. طب هتكتبها مع 11؟ لا. ليه؟ عشان 11 موتور. تمام؟ طيب تخش في النيوكليس اللي بعد كده. مين النيوكليس دي؟ دي بتاعه التيست. طب اسمها ايه النيوكليس بتاعه التيست؟ قلناها المره اللي فاتت نيوكليس سوليتاريوس. اسمها ايه؟ نيوكليس سوليتاريوس. طب سؤال، نيوكليس سوليتاريوس تخش هنا مع 11؟ لا، 11 موتور. يبقى ماشيه مع مين؟ مع 9 و10. طب اقول لكم حاجه بس مش مرسومه هنا، نيوكليس سوليتاريوس برضو زيها زي ايه؟ مقسومه 3 تتلات. يبقى تفتكروا التلت الفؤادي بتاعها هيبقى مع انهي نيرف؟ ها هتبقى مع مين؟ بالظبط كده اهوت، مش عايزكم تغلطوا بقى، ما تقوليليش التلت الفؤادي هنا اهوت هيبقى مع الجلوس وفارنجيا. التلت الفؤادي مع الفيشيال اللي خدناه المره اللي فاتت كان دخل في التيست. يبقى التلت الوسطاني هنا هو اللي هيبقى مع مين؟ جلوس وفارنجيا. يبقى التلت التحتاني هيبقى مع مين؟ مع الفيجاس. تمام؟ فاضل لي نيوكليس واحده، مش انا كده اي نيرف من دول قلت فيه ثلاثه نيوكلياي، فين بقى الرابعه؟ بص لي على المنطقه دي هتلاقي فيه اثنين تحت بعض، هي دي الباراسمباثيك نيوكليس. بالترتيب كده النيوكليس اللي فوق هتروح للنيرف اللي فوق جلوس وفارنجيا، النيوكليس اللي تحت اللي هي دي هتروح للايه؟ للنيرف اللي تحتيها الفيجاس. اسمها ايه الباراسمباثيك نيوكليس دي بقى؟ انتوا خدتوا اول واحده فيها خدتوا اسمها المره اللي فاتت. هو ايه وظيفه الجلوس وفارنجيا للباراسمباثيك؟ قلتها كانت بتدي الباروتيد جلاند، صح الكلام؟ اسم النيوكليس كان ايه؟ انفيريور سالفاتوري نيوكليس. يبقى هي دي الانفيريور سالفاتوري نيوكليس. امال دي اسمها ايه النيوكليس دي بتاعت الفيجاس بقى الباراسمباثيك الجديده دي؟ اسمها دورزال فيجال نيوكليس. دورزال فيجال نيوكليس. يبقى انت كده ايه؟ ترتب النيوكلياي دي في بالك في ذهنك تعرف تطلع اي نيرف النيوكلياي بتاعك. النيرف رقم 12 سهل، هي نيوكليس واحده. مين؟ هايبوجلوسال نيوكليس نوعها ايه؟ موتور. النيرف رقم 11 ليه كام نيوكليس؟ حسب الايه؟ البارت بتاعه. كرينيال اكسسوري هتبقى منين؟ كرينيال اكسسوري هتبقى جايه منين؟ من التلت التحتاني بتاع النيوكليس امبيجوس، صح كده الكلام؟ طب سباينال اكسسوري هيجي منين؟ من السباينال نيوكليس اوف اكسسوري. تمام كده اهوت؟ يتبقى لي الاثنين الكبار اللي هم 9 و10. 9 دي كام نيوكليس؟ دي 4 اللي هم مين؟ اللي هم هيبقوا التلت الفؤادي بتاع الامبيجوس اللي هو هيبقى الانفيريور سالفاتوري نيوكليس، هيبقى السباينال نيوكليس اوف تريجيمينال، والتلت الوسطاني بتاع السوليتاريوس، صح الكلام؟ يتبقى لي مين؟ الفيجاس. النيوكلياي بتاعته هيبقى التلت الوسطاني بتاع الامبيجوس، هيبقى الدورزال فيجال نيوكليس الباراسمباثيك، هيبقى سباينال نيوكليس اوف تريجيمينال، وهيبقى التلت التحتاني بتاع الايه؟ السوليتاريوس. سهله دي ولا في حاجه صعبه؟ بحيث ان انت لو جالك اي كرينيال نيرف من الاربعه دول اول كلمه تقول لي النيوكلياي وبتدي ايه؟ تاني حاجه تقول لي طلع ازاي وعدى في انهي فرخه. تمام؟ طب احنا دلوقتي داخلين على ايه؟ عايزين نمسك كل كرينيال نيرف من دول ننزله على النك ونشوف هيروح لفين. نبدا باول واحد بالترتيب جلوسوفارينجيال نيرف رقم 9. احنا كنا وصلنا في الصوره اللي فاتت بالجلوسوفارينجيال نيرف لغايه فين؟ كنا وصلنا بيه لغايه جوجلر فورمن. يبقى هنكمل من بعد الايه؟ جوجلر فورمن. نشوف السكيما ديت الصوره دي ايه اللي باين فيها. ادي الجوجلر فورمن هي دي. طب الجوجلر فورمن بالتقريب موجوده في المنطقه دي. مين اللي قدامها هنا؟ الاير، صح الكلام؟ طيب ما دام ديت الاير قدامها يبقى مين التجويف اللي انا رسمه دوت؟ رسم كروكي. يبقى ده التجويف بتاع الميدل اير في المنطقه دي. يبقى دي الميدل اير. اطلع قدام الاير كده قدام شويه بالتقريب هنا في فتحه جوه الاسكال اسمها فورامن اوفال. يبقى دي الفورامن اوفال. تحت الفورامن اوفال لو تفتكروا هي الفورامن اوفال دي عدى فيها نيرف مهم المره اللي فاتت كان مين؟ فورامن اوفال مانديبولار. مانديبولار نيرف اللي هو الترايجيمينال نيرف كان في ديفيجن اسمه ايه؟ مانديبولار. يبقى المانديبولار نيرف كان بينزل من الفخذ. فاكرين لما بينزل كان بيلاقي هنا جانجليا اسمها ايه؟ اوتيك جانجليا. يبقى دي الاوتيك جانجليا. قلنا ليه اسمها اوتيك جانجليا؟ من كلمه ايه؟ اوتولوجي يعني ودن. تمام؟ يبقى جنب الودن. مين الغده اللي جنب الودن هنا؟ الباروتيد جلاند. حد فاكر شكل النيرف دوت؟
كان مين النيرف ده؟ هو طبعا مكتوب، بس هل انتوا فاكرين الشكل بتاعه؟ كان بيطلع كده باتنين روتس يتحدوا يخش في قلب الباروتيد جلاند ويطلع من فوق، كان اسمه اوريكولو تيمبورال نيرف. طب حد فاكر الاوريكولو تيمبورال نيرف ده برانش من ايه؟ ده كده تاني ضايع خالص. اوريكولو تيمبورال كان برانش من ايه؟ من المانديبلر. من اي جزء من المانديبلر؟ بوستيريور ديفيجن. تمام، يبقى دوت الاوريكولو تيمبورال نيرف. انزل تحت مستوى الباروتيد شويه يبقى ده الايه؟ الاورال كافيتي. لو فتحت بقك كده وبصيت فوق هتلاقي ايه؟ هتلاقي السنان ماسكه في عظمه اسمها هارد بالانس، صح الكلام؟ يبقى ده الهارد بالانس. في اخر الهارد بالانس لو فتحت بقك هتلاقي في حاجه كده نازله ايه؟ سوفت مدلدله اسمها اليوفولا. اليوفولا ديت جزء من حاجه اسمها السوفت بالانس، يبقى دوت السوفت بالانس. انزل تحت السوفت بالانس يبقى دوت اللسان الطنج اهو. انزل تحت اللسان يبقى دي الرقبه. في عظمه موجوده في الرقبه خدناها زمان كان اسمها ايه؟ هايويد بون. يبقى دي الهايويد بون. يبقى دي عضله ماسكه ما بين ايه وايه؟ ما بين اللسان وما بين الهايويد بون. يبقى اسم المصل دي ايه؟ هايو جلوسس. اسم المصل هايو جلوسس. انزل تحت الهايويد بون في الرقبه هتلاقي الحنجره. خدتوا اللارنكس قبل كده؟ اهم جزء او مش اهم، اكبر جزء في اللارنكس في الغضاريف بتاعته كان غضروف هنا اسمه تفاحه ادم او ايه؟ ثايرويد كارتلج. يبقى دي الثايرويد كارتلج. تمام؟ طيب ارجع لي ورا شويه. مين الارتر اللي في الرقبه دوت اللي بيتقسم اثنين؟ كومن كاروتيد ارتري. اتقسم لاثنين، مين دوت؟ الاكسترنال كاروتيد ارتري. مين اللي ورا دوت؟ انترنال كاروتيد ارتري. عند النقطه اللي بيتقابل فيها الانترنال والاكسترنال كاروتيد هنا في المنطقه دي في حاجه اسمها ايه؟ كاروتيد ساينس اند كاروتيد بادي. عارفينها؟ كاروتيد ساينس اند كاروتيد بادي. ما دام ده الانترنال كاروتيد ارتري يبقى في فين موجود جنبه في الرقبه هنا، دي اسمه انترنال جاجولار فين. ده الانترنال جاجولار فين. فاكرين ايه اللي كان بيحاول دول مع بعض؟ كان في شيز اسمه ايه؟ كاروتيد شيز. تمام كده اهوت. طيب ايه اللي ناقص لنا في الصوره دي؟ ارجع ورا اللسان، لو فتحت بقك كده على جناب اللسان من ورا هتلاقي اللوز بالاتاين تونسل. يبقى دي اللوز. تمام، لو بلعت الاكل من هنا هيتزحلق كده ينزل في انبوبه اسمها ايه؟ فارنكس. خدتوا الفارنكس قبل كده؟ مكون من ايه؟ عضلات تحت بعض اسمها كونستريكتورز. فاكرين دي انهي كونستريكتور فيهم؟ دي الميدل كونستريكتور ودي الانفيريور كونستريكتور. تمام، في عضله من عضلات الفارنكس يمكن عدت عليكم قبل كده، العضله البرتقالي دي اللي طالعه من هنا ونازله تمسك في الثايرويد كارتلج. اسم المصل دي ستايلو فارنجيس. تهمني المصل دي النهارده قوي، اسمها ايه؟ ستايلو فارنجيس مصل. تمام، دي انهي كونستريكتور اتفقنا؟ ميدل. فوق الميدل كونستريكتور هتلاقوا فيه ايه؟ نيرفس عامله بلكسس. يبقى دوت نيرف بلكسس. النيرف بلكسس ده اسمه فارنجيال بلكسس على اسم الفارنكس، وده يهمني النهارده قوي برضه. في مشكله في الصوره دي؟ الاجزاء بتاعت الصوره باينه، كل حاجه باينه فيها. تمام، طيب هات لي بعد كده مين؟ هات لي بعد كده هوت النيرف اللي انا هنزله من هنا اللي هو الجلوسو فارنجيال نيرف. تابع معايا كده شكل الجلوسو فارنجيال نيرف اللي هو متلون باللون البنفسجي ده. كل دوت جلوسو فارنجيال نيرف ادي نهايته. يبقى هينزل ده الكورس بقى. ركزوا معلش في الكورس على قد ما تقدروا. ها جلوسو فارنجيال نيرف هيعدي لي من الجاجولار فورم. تمام، وهو معدي عند الجاجولار فورم هيبقى فيه اثنين جانجليا، هيتكون فيه اثنين جانجليا، واحده فوق واسميها سوبيريور واللي تحت اسميها ايه؟ انفيريور. طب هينزل تحت شويه، لما ينزل تحت شويه كده هيلاقي نفسه محشور ما بين الفين ده والارتري ده، صح الكلام؟ يبقى غصب عنه ما دام دخل ما بينهم يبقى دخل في انهي شيز؟ في الكاروتيد شيز. شويه وهيكون خارج من الكاروتيد شيز وطالع لقدام، وهو طالع كده اهوت هيعدي على المصل اللي اسمها ايه؟ ستايلو فارنجيس اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. اقول لكم معلومه، خدنا المره اللي فاتت ان العضلات اللي بيديها الترايجيمينال نيرف فاكرينها؟ كنا بنسميها ماسلز اوف ايه؟ فيرست فارنجيال ارش. في معلومه مكتوبه عندكم نسيت اقولها المره اللي فاتت، الفيشيال نيرف اللي خدناه كان بيدي العضلات اللي احنا قلناها كانت بتاعت السكند فارنجيال ارش. هو ما كان فارنجيال ارش في الاخر؟ سته. يبقى كده خدنا ترايجيمينال فيرست وفيشيال اداني الايه؟ العضلات بتاعت السكند. مين بقى الثيرد فارنجيال ارش؟ الثيرد فارنجيال ارش العضلات بتاعته بيديها الجلوسو فارنجيال نيرف. طب سؤال، هو الثيرد فارنجيال ارش بيدي كام عضله؟ هي عضله واحده بس اللي هي مين؟ اللي هي الستايلو فارنجيس. يبقى معنى كده ان الجلوسو فارنجيال نيرف مين المصل الوحيده اللي بيديها؟ الستايلو فارنجيس اللي معدي فوقيها، لان هي دي بتاعت الايه؟ الثيرد فارنجيال ارش. تمام؟ طب بعد كده هيعمل ايه؟ هيطلع لقدام كده اهوت. يعني مش مهم الكورس دوت، نخفف عليكم نقول ان هو بيجي من تحت اللسان يقف عند اي منطقه في اللسان؟
ادي التنتين اللي قدام وادي التلت اللي ورا، يبقى بيجي عند البوستيريور وان ثيرد اوف ايه؟ اوف ذا تانج. ادي الكورس بتاع الاسوفارينجال نيرف. طب البرانشز والديستريبيوشن هيدي كام برانش؟ خلاص قربنا نخلصه. قال لك بص بقى، الاسوفارينجال نيرف رقم 9، انت احفظ رقم 9 دوت ونقصه 2، يعني ارجع للرقم الفردي اللي قبله هيبقى كام؟ 7. يبقى عدد برانشات الاسوفارينجال نيرف 7. هنقسمهم ازاي؟ 2 بيطلعوا في اوله، واثنين بيطلعوا في اخره، وثلاثة بيطلعوا في النص. يعني 2 3 2 المجموع كام؟ 7. امشي بالترتيب. اول حاجة الاثنين اللي بيطلعوا من الاول، بص على الاثنين اللي طالعين من الاول، ادي واحد وادي التاني. عشان نسهل الحفظ بتاعهم شوية هنقول ايه؟ هنقول ان فيهم واحد تافه قوي وواحد مهم قوي، عكس بعض تماما. طبعا مفيش حاجة في خلقة ربنا تافهة، انا قصدي تافه في ان انت تفتكره. مين بقى التافه دوت؟ اللي هو البرانش اللي هيطلع يدي المننجيز، يدي سنسيشن المننجيز. يبقى اسمه ايه البرانش الاولاني ده؟ مننجيال برانش. عايزكم تتعلموا حاجه بقى المفروض انتوا تعرفوها، ايه هي؟ لما تيجي تكتب لي الديستريبيوشن بتاع الكرينيال نيرف اسم البرانش بتاعه، المفروض تعرف ترد البرانش دوت للنيوكلياس بتاعه. تعرفوا تعملوا كده ولا ما تعرفوش؟ مثال، لما اقول لك مثلا مننجيال برانش، يبقى المقصود المننجيال برانش ده بالعقل كده هيدي ايه المننجيز؟ سنسيشن. يبقى معنى كده ان البرانش دوت واخد السنسيشن من المننجيز معديه فيه داخله على الجلوسوفارينجال نيرف، تفتكره هيطلع لاني نيوكلياس؟ مين السنسوري نيوكلياس بتاعت الجلوسوفارينجال؟ لا ده احنا هي خدنا وقتنا فيها عشان تبقى ايه مفهومه. مين النيوكلياس؟ سباينال نيوكلياس اوف تراجيمينال، مش هو طالع منها بتاعت السنسيشن؟ يبقى السنسيشن اللي جاي من المننجيز هيروح لمين؟ سبايدر نيوكلياس اوف تراجيمينال. تمام، الموضوع طلع كبير مش ايه؟ انت مطلوب منك كل برانش على قد ما تقدر ترده لي للنيوكلياس بتاعك. طب احنا قلنا من البدايه بيطلع برانشين، ادي التافه، مين بقى المهم؟ بص بقى المهم ده، احنا قلنا هم 7 برانشز، ده اهم واحد في السبعه، ده اكتر واحد عايزك تقوله لي بالتفصيل. اسمه ايه البرانش ده؟ البرانش ده هيطلع هنا هيلاقي التجويف مين؟ الميدل اير، يقوم داخل جوه التجويف، يدخل منين؟ من فتحة، اسمها ايه الفتحة مش مهم. هو بيطلع من هنا يخش تجويف الايه؟ الميدل اير. يعمل ايه لما يخش تجويف الميدل اير؟ وهو جوه الميدل اير كده يتكسر. يتحول حاجة كده زي الليفة، يعني يعمل لي بلكسس، صح الكلام؟ طب الميدل اير بسميها ايه؟ ليها اسم تاني، بسميها تمبانيك كافيتي. يبقى بسمي البرانش ده ايه؟ تمبانيك برانش اوف جلوسوفارينجيال نيرف. يبقى اسم البلكسس ده ايه؟ تمبانيك بلكسس. تمام؟ سهل الكلام لغايه دلوقتي؟ طب بعد ما يعمل البلكسس ايه اللي هيحصل؟ يرجع الفايبرز بتاعته تتجمع تاني في نيرف جديد. والنيرف الجديد ده يخرج من الميدل اير، يخرج ازاي مش مهم. خرج من الميدل اير وخلاص. اسمه ايه بقى البرانش الجديد اللي طلع البنفسجي ده؟ مهم، اسمه ليسر بتروزال نيرف. فاكرين المره اللي فاتت خدنا حاجه اسمها جريتر بتروزال؟ الجريتر بتروزال ده كان جاي منين؟ فاشيا. يبقى الليسر بتروزال جاي منين؟ جلوسو فارينجيال نيرف. طب الليسر بتروزال نيرف ده هيعمل ايه؟ هيلاقي فتحه هنا اسمها فورامين اوفال، يقوم معدي منها، يخرج منها هيلاقي هنا جانجليا اسمها ايه؟ بوت الجانجليا. شايفين عمل ايه جوه الجانجليا؟ ريلي. ما دام عمل ريلي في جانجليا يبقى نوع الفايبرز بتاعته ايه؟ بارا سمباثيك. يعني معنى كده ان النيرف دوت كان بيحتوي على ايه في البدايه؟ بري جانجليونيك بارا سمباثيك فايبرز، جت هنا عملت ريلي تضع مين دي؟ بوست جانجليونيك بارا سمباثيك فايبرز، تخش على مين دلوقتي؟ على الباروت الجلاند، تعمل فيها ايه؟ سكريشن. بس خد بالك الفايبرز ما بتمشيش لوحدها، قلناها المره اللي فاتت، بتتشال على مين؟ على الاوريكولو تمبورال نيرف. تمام؟ اسمه ايه البرانش دوت؟ اسمه تمبانيك برانش. ليه اسم تاني عشان لو شفتوه في الام اس كيو، في ناس بيسموه جاكوبسونز نيرف. جاكوبسونز نيرف، تمام؟ طب سؤال، هو التمبانيك برانش دوت اللي انا بشاور عليه اسمه الليسر بتروزال نيرف؟ لا لا، الليسر بتروزال اللي بيطلع من التمبانيك بلكسس، الجزء من اول هنا، يبقى هو اسمه في البدايه ايه؟ تمبانيك برانش. سؤال، التمبانيك برانش دوت ايه انواع الفايبرز اللي ماشيه فيه؟ حاجتين، سنسوري عشان يدي سنسيشن للميدل اير، وبارا سمباثيك بري جانجليونيك هتروح الباروتيد جلاند. يعني معنى كده ان التمبانيك برانش دوت بيجيب احساس من الميدل اير وبيدي سكريشن للايه؟ للباروتيد جلاند. تمام؟ يعني معنى الكلام دوت ان الميدل اير واخده احساس من مين؟ جلوسوفارينجيال نيرف. سهل الكلام؟ طب اسالك سؤال، لو البارا سمباثيك فايبرز ديت طلعت معاها كده ورديتها في قلب النيرف وطلعت فوق،
هتوصل لاني نيوكلياس انفيريور سالفاتوري نيوكلياس. طب لو السنسيشن اللي طالع من هنا هو اطلاع كبير كده على النيوكلياس هتوصل لمين؟ سباينال نيوكلياس وتراجينال نيرف. تمام. نرجع تاني الموضوع كام برانش هما؟ سبعه. قلنا اول اثنين واحد تافه واحد مهم. نروح بعد كده على مين؟ على الاثنين اللي في الاخر. طب الاثنين اللي في الاخر ايه؟ ده هو في الاخر خلص في اللسان، يبقى اسم البرانش اللي في الاخر التيرمينال دوت لينجوال برانش. اسمه ايه؟ لينجوال برانش. وظيفته ايه اللينجوال برانش دوت؟ حاجتين، يجيب لي جنرال سنسيشن من التنج ويجيب لي تيست سنسيشن من التنج. خدت بالك؟ يعني في التلتين القدامانيين بتاع التنج لو تفتكروا كنا قلنا الجنرال سنسيشن بتروح لللينجوال نيرف بتاع التراجينال، فاكرين؟ لكن كنا قلنا التيست سنسيشن كانت بتروح للكوردا تمباناي بتاع الفاشيا. يعني في التلتين القدامانيين كان الجنرال والتيست سنسيشن كل واحده رايحه للكرينيال نيرف مختلف، لكن باقي اجزاء اللسان اللي ورا هتلاقي الجنرال والتيست رايحين لنفس الايه؟ النيرف. يعني هنا اللينجوال برانش بتاع جلوستوفارينجيال بياخد ايه تاني من التلت الوراني؟ جنرال سنسيشن وتيست سنسيشن. طيب تاني نتمرن، الجنرال سنسيشن هتطلع من هنا تروح على مين؟ سباينال نيوكلياس اوف تراجينال. طب التيست سنسيشن هروح لمين؟ نيوكلياس سوليتاريس. صح الكلام؟ يبقى دوت البرانش الايه؟ اللي في الاخر. في برانش تاني في الاخر، مش احنا قلنا في اثنين في الاخر؟ طب فين البرانش التاني اهو؟ طب ده هيدي مين؟ هيدي التونسل. يبقى هسمي البرانش ده ايه؟ تونسيلر برانش، هيديها سنسيشن. تمام؟ يبقى دوت الايه؟ التونسيلر برانش. تمام؟ خد بالك ان التونسيلر برانش كمان شابك في مين كمان؟ في السوفت بالك. تمام؟ جايب سنسيشن من السوفت بالك. تمام؟ يبقى دوت التونسيلر برانش. عشان كده يقول لك ايه؟ لما يحصل التهاب في الحلق او لما يحصل التهاب في اللوز ودنك توجعك، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان السنسيشن اللي جاي من التونسيل او من الفاركس زي ما هنشوف ماشي في الجلوسوفارينجال نيرف اللي هو اصلا كمان واخد سنسيشن من الاير، يعني مسمع فيه. فعشان كده الوجع اللي في الحلق بيسمع في الايه؟ في الميدل اير، في الودن. تمام؟ طيب نكمل بقى. يبقى احنا دلوقتي قلنا برانشين في الاول وبرانشين في الاخر. ناقص لي كام برانش دلوقتي من السبعه؟ ثلاثه موجودين في النص. فين بقى الثلاثه اللي في النص دول؟ بص كده معايا، ادي اول برانش فيهم نزل على مين؟ كاروتة ساينس وكاروتة بادي يديها. يبقى بنسمي البرانش دوت ايه؟ كاروتة برانش. طيب البرانش اللي فاضل واحد اثنين، الاثنين رايحين للفاركس بس واحد موتور والتاني سنسوري، والكلام ده منطقي. هو النيرف اسمه ايه؟ جلوسو فارنجيال. طب احنا قلنا جلوسو قلنا لسان خلاص، يبقى ناقص ايه؟ فارنجيال. يبقى البرانشين دول رايحين للفاركس، ده الموتور. طب الموتور برانش او الماسكولار ده هيدي مين؟ ستايلو فارنجيس ماسل اللي هي الماسل بتاعت اني ارش التالت. طب السنسوري برانش دوت هيدي مين؟ قال لك السنسوري برانش ده هيخش يعمل لي الفارنجيال بلكسس. مش احنا قلنا من شويه ده اسمه فارنجيال بلكسس؟ يبقى هو ده اللي هيعمل الفارنجيال بلكسس اللي فوق اني كونستريكتور؟ الميدل كونستريكتور. وظيفته ايه البلكسس دوت؟ ياخد سنسيشن من الفارنجس. يعني الجلوسو فارنجيال نيرف بيبقى مينلي سنسوري للفارنجس ولكنه موتر لعضله واحده فيها اسمها ايه؟ ستايلو فارنجيس. تمام؟ كده احنا ثبتنا شويه في الشرح. عايزين بقى ايه؟ الخلاصه، اسامي البرانشات بس. كام برانش؟ سبعه. اثنين في الاول، اثنين في الاخر، ثلاثه في النص. اثنين في الاول السهل مننجل، الغلس تمبانيك برانش. الاثنين اللي في الاخر لينجوال وتونيسيلر. الثلاثه اللي في النص كاروتيد واثنين فارنجيال، واحد موتور والثاني ايه؟ سنسوري للفارنجيال بلكسس. تمام؟ ادي كده السبع برانشات، يبقى كده خلص الايه؟ جلوسو فارنجيال نيرفس. سهل. تخيل الموضوع تافه ازاي وسهل ازاي؟ انا بتكلم جد على فكره، الموضوع مش سهل ولا ايه؟ يعني لو جيت في الامتحان قلت لك اتكلم عن جلوسو فارنجيال نيرف، اتكلم عن فيجاس نيرف، اتكلم عن فيشيال نيرف، في اي حاجه صعبه في الكلام ده؟ ها؟ مش هقول لك اتكلم عن تراجيمينال نيرف، ما تقلقش. انا هقول لك مثلا اتكلم عن جزء منه، اتكلم عن ايه؟ مانديبلر ديفيجن، اتكلم عن ماكسيلري ديفيجن او هكذا يعني. تمام؟ طيب هات لي بقى النيرف اللي بعديه. خلاص احنا اتمرنا كويس قوي على الجلوسو فارنجيال. اللي بعديها هيبقى مين؟ فيجاس. الفيجاس تقريبا شبه الجلوسو فارنجيال، ماشي بنفس الايه؟ الخطه بتاعته. تعالى كده نبتدي من الاول. ايه النيوكلاي بتاعت الاوريجن بتاعت الفيجاس؟ الاربعه. ابتدي بالموتور، مين الموتور بتاعته؟ نيوكلياس الباجوس. انهي حته؟ الميدل وان ثيرد. النيوكلياس اللي بعدها هتبقى مين؟ بارا سمباثيتك. مين البارا سمباثيتك بتاعته؟ دورزال فيجا نيوكلياس. بعد كده هيبقى مين؟ سنسوري.
مين السنسوري بتاعته؟ سباينال نيوكليس اوف تراجينال. بعد كده التيست هتبقى مين؟ نيوكليس سوليتاريس. واحد هيقول لي تيست فين؟ ما هو اللسان انا خلصته خلاص، ما هو اللسان تلتين قدام وتلت ورا. لا لسه في بقى الروت بتاع التنج، الجزء اللي ورا خالص، ورا التلت اللي ورا، حاجه بنسميها موست بوستيريور بارت اوف ذا تنج. وتحت التنج كمان في حته بتحس بالتيست اللي هي الايه؟ الابيجلوتس والفاليكيولا. مش عارف انتوا فاكرينها ولا حاجه كده تبع اللارنكس خدناها زمان، تمام؟ يبقى الاجزاء اللي فاضله دي هي اللي هتودي التست لمين؟ هتاخد التست من الفيجاس نيرف، تمام؟ طيب قلت اسامي النيوكلياي وفكره عامه كده بتروح لايه؟ هيطلع لي الفيجاس نيرف. ها تمرين بيطلع ازاي؟ ما بين الاوليف والانفيريور سيريبيلر بلانكل بايه؟ بروتلتس. مين اللي فوقيه؟ جلوسوفارينجيال. مين اللي تحتيه؟ اكسسوري، كرينيال اكسسوري. بعد ما يطلع يخش في اني فتحه؟ جاكولار فورامين. ينزل من الجاكولار فورامين على مين؟ على النك. وما تنساش هنا في الفيجاس تقول حته مهمه قوي، ايه هي؟ تقول وهو نازل من الجاكولار فورامين مين اللي بيعمل له جويننج؟ الفايبرز بتاعت الكرينيال اكسسوري. اقول لكم حاجه بقى، انا عندي كام فارنجيال قرش اتفقنا؟ سته. كل قرش ليه عضلات وزعناهم، صح الكلام؟ رقم واحد مين النيرف بتاعه؟ ترايجينال. رقم اثنين فيشيا. رقم ثلاثه لسه قايلين جلوسو فارنجيال. ناقص كام قرش دلوقتي؟ ثلاثه، اللي هم رقم كام؟ اربعه وخمسه وسته. رقم خمسه بيختفي، يبقى انا فاضل معايا القرشز كام؟ اربعه وسته. العضلات بتاعت القرشز اربعه وسته هي اللي واخده من الفيجاس. يبقى الفيجاس بيدي انهي عضلات من نيوكليس امبيجوس بتاعته؟ العضلات بتاعت اربعه وسته، تمام؟ طب ما بالمره نخلص. طب بالنسبه بقى للايه؟ للاكسسوري. مين العضلات اللي بيديها الكرينيال اكسسوري بتاعت انهي قرش؟ بتاعت اربعه وسته. نفسها. يعني الفيجاس والكرينيال اكسسوري، خد بالك كرينيال اكسسوري مش سباينال اكسسوري. الفيجاس والكرينيال اكسسوري مع بعض بيدوا نفس العضلات بتاعت انهي قرش؟ اربعه وسته. من انهي نيوكليس؟ من النيوكليس امبيجوس. بس الفرق ما بينهم ايه؟ ان 10 من الثلث الوسطاني و11 من الثلث التحتاني. يعني الخلاصه ايه؟ ان الثلثين التحتانيين بتوع النيوكليس امبيجوس هم اللي بيدوا القرش ايه؟ اربعه وسته. طب سؤال بقى نساله، هم دلوقتي دخلوا في بعض، هم الاثنين بقوا حاجه واحده. بس بعد ما دخلوا في بعض مين النيرف اللي انا شايفه بعنايا مكمل؟ فيجاس. يعني مين اللي تطفل عليه ودخل فيه؟ كرينيال اكسسوري. يبقى بالعقل كده لو سالتك العضلات بتاعت القرش اربعه وسته هتاخد من انهي نيرف فيهم اكتر؟ هيبقى مين؟ المفروض الفيجاس. لا كرينيال اكسسوري. يعني الفايبرز بتاعت الكرينيال اكسسوري اللي حشرت نفسها مع الفيجاس هي اللي مين؟ اللي بتدي العضلات بتاعت الايه؟ القرش اربعه وسته. طيب سؤال، هي ايه العضلات بتاعت القرش اربعه وسته؟ يعني اللي هيديها الفيجاس والاكسسوري مع بعض. ايه هي العضلات دي؟ احفظ معايا، عضلات الفارنكس، عضلات اللارنكس. ما هو فارنكس ولارنكس على نفس الوزن، هي دي العضلات، ومعاهم عضلات الايه؟ البلت. يبقى العضلات هتبقى مين؟ بتاعت الفيجاس او الاكسسوري. سؤال بقى، لو جيت في الامتحان قلت لك اتكلم عن الفيجاس نيرف وسكت، يبقى هتكتب لي انهي عضلات بيديها؟ فارنكس ولارنكس وبلت. طب لو جبت لك السؤال على 11 لوحده برضه هتعيد نفس الكلام، مين؟ فارنكس ولارنكس وبلت. بس تبقى عارف ان مين دي، مين فيهم اللي بيغذيها؟ كرينيال اكسسوري، تمام؟ طيب احنا قلنا عضلات الفارنكس، مفيش داعي نقعد نقول اسامي عضلات الفارنكس، كفايه تكتبه في الامتحان ايه؟ All muscles of the pharynx are supplied by 10 و11، صح الكلام؟ اكسبت. في عضله في الفارنكس ما بتاخدش منهم ودي مهمه طالما في اكسبشن، مين هي؟ لسه قايلينها. ستايلو فارنجيس، واخده من مين؟ جلوسو فارنجيا، تمام؟ طيب اللي بعديها عضلات الايه؟ اللارنكس. عضلات اللارنكس كلها واخده منهم، مفيش مشكله. طب الثالثه هتبقى مين؟ البلت. كل عضلات البلت من غير ما تكتب لي اساميها واخده منهم اكسبت. برافو عليك، واللي قلناها المره اللي فاتت اللي هي مين؟ تنسور بلاتاي. مش جبنا سيرتها المره اللي فاتت؟ واخده منين التنسور بلاتاي؟ واخده من الترايجيمينال. من انهي ديفيجن؟ من المانديبلر ديفيجن، صح الكلام؟ يبقى مهم، بنحب قوي الجمله دي في الامتحان، تقول لي ايه؟ لو قلت لك اتكلم عن الفيجاس نيرف تيجي كده عند الموتور سبلاي تقول لي ايه؟ تقول لي ات سبلايز ماسلز اوف ذا فورس اند سكس فارنجيال ارشز which are the muscles of pharynx, larynx and ايه؟ بلد؟ except tensor palatae and ايه؟ stylopharynx، تمام؟ طيب فهمنا القصه خلاص، الفيجاس طلع ازاي؟ وصل لمين؟ وصل للجاكولار فورامين. هيكمل ازاي بعد كده؟ ها تعرف السكه اللي هيمشي فيها الاول قبل ما تتكلم. ها مين ده؟ دي الجاكولار فورامين. مين دي؟ دي الاير. تفرق ايه الصوره دي عن اللي فاتت بتاعت الجلوسوفارينجيال؟ ما هو الاثنين كان الجاكولار فورامين وجنبها الاير.
تفرق ان هناك كان الميدل اير التجويف اللي جوه، انما هنا جايب لك الاكسترنال اير الاير اللي بره، تمام كده اهوت. طيب انزل تحت شويه، مين ده كان؟ ده كان الهارد بالك، ومين ده اللي كان وراه؟ السوفت بالك. ده اللسان، ده الطنج. تحت الطنج هنا اهوت في مين؟ دي الحنجره اللي لونها ازرق دي، اللي هي الثايرويد كارتج اللي هي ادمز ابل. طب ليه في قلب الحنجره انا رسم خط منقط كده؟ مين اللي جوه واخد شكل الخط المنقط ده بالعرض؟ في سي فوكال كورد، الاحبال الصوتيه، تمام؟ اطلع فوق مستوى الثايرويد كارتلج هتلاقي في الرقبه في عظمه لسه قايلينها من شويه، دي الهايويد بون. يبقى اللي لونه اخضر دوت عباره عن ممبرين ما بين الثايرويد كارتلج والهايويد بون، صح الكلام؟ يمكن عدى عليكم قبل كده، اسمه ايه؟ ثايرو هايويد ممبرين. والثايرو هايويد ممبرين هنا في فتحه، يعني بيبقى في فتحه. طب هتلاقي طالع هنا اهوت من الثايرويد كارتلج كارتلج ثانيه بالطول اسمها ايبيجلوتس، يبقى دي الايبيجلوتس، تمام؟ طيب انزل تحت الثايرويد كارتلج هتلاقي انبوبه اسمها الايه؟ التراكيه. بس قبل التراكيه ما تبتدي كان في حلقه تبع الحنجره اسمها كيريكويد كارتلج، فاكرينها؟ يبقى دي مين دي؟ كيريكويد كارتلج. هتلاقي هنا ان في عضله صغيره ماسكه ما بين الكيريكويد كارتلج والثايرويد. اسم العضله دي على اسمهم كيريكو ثايرويد ماسل. دي عضله من العضلات بتاعت الايه؟ الحنجره. الحنجره ليها نوعين من العضلات، عضله واحده بس هي اللي باينه من بره كده اكسترنسك، وباقي العضلات مستخبيه جوه كانت ايه؟ انترنسك ماسلز، تمام؟ طيب انزل تحت، ادي التراكيه، يبقى مين اللي وراها الانبوبه دي؟ اسوفيجاس. يبقى مين اللي فوق الاسوفيجاس دوت؟ الفارنكس. يبقى دي انهي كونستريكتور؟ ميدل. يبقى دي انهي واحده؟ انفيريور. يبقى مين البلكسس ده؟ فارنجيال بلكسس لسه قايلينه. يبقى مين الارتري ده؟ كومن كاروتيد ارتري. يبقى دوت الانترنال، يبقى دوت الاكسترنال كاروتيد، يبقى دوت الكاروتيد ساينس وبادي، يبقى ده الانترنال جادولار فين. يبقى الدايره دي معناها ان دول ايه؟ كاروتيد شيز، تمام كده؟ عايزين نزود الحته اللي تحت لان تهمني في البيجاس نيرف قوي. انا دلوقتي هحط الاريال كده اهوت، اللي تحت دوت الثوركس. الارش دوت هو الارش اوف اورتا، شايفينه؟ تحت ده الايه؟ ارش اوف اورتا. فاكرين ارش اوف اورتا طالع منه كام ارتري من فوق؟ كانوا ثلاثه، كان اسمهم ايه؟ من اليمين للشمال، اسم ده بريكيوسيفاليك ارتري. ليفت كومن كاروتيد ارتري، ليفت سبكليفيان ارتري. طب البريكيوسيفاليك كان بيتقسم لايه؟ رايت سبكليفيان ورايت كومن كاروتيد. يعني دوت مين؟ رايت كومن كاروتيد، وده مين؟ ليفت كومن كاروتيد، وده مين؟ ليفت سبكليفيان، وده مين؟ رايت سبكليفيان، تمام؟ هو ده السكيلتون اللي همشي عليه مع الايه؟ مع الفيجاس نيرف. هات لي اللي بعديها. ادي الفيجاس نيرف هو اللي متلون باللون الاخضر الغامق. الكورس بتاعه ماشي ازاي؟ هيبتدي من عند الجاجولار فورامين، هيعمل نفس الحركه اللي كان عاملها مين؟ جلوسوفارينجل. هيتكون كام جانجليا في بدايته؟ اثنين جانجليا. امال ده ايه؟ ده الكرانيال اكسسوري دخل معاه، دخل في قلبه، اختفى جواه، تمام؟ حلو، حشر نفسه، تمام؟ يبقى ادي كده وقت الايه؟ الفيجاس. طب بعد كده الفيجاس هيعمل ايه؟ هينزل في الرقبه بالطول. يمكن شفتوها قبل كده دي في العمل. وهو نازل بالطول كده اهوت هيلاقي نفسه اتحشر جوه الايه؟ الكاروتيد شيز. ما بين ايه وايه؟ ما بين الانترنال جاجلر فين من ناحيه، وما بين الارترز من الناحيه الثانيه. مين الارترز الناحيه الثانيه؟ فوق هنا انترنال كاروتيد، تحت مين؟ كومن كاروتيد ارتري. ويفضل نازل 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 لغايه ما يوصل عند بدايه النك هنا. انا دلوقتي باصص ناحيه اليمين، يبقى دوت اني فيجاس؟ رايت فيجاس. الليفت فيجاس لغايه هنا كان بيعمل زيه الناحيه الثانيه. بعد كده هيفرقوا ازاي؟ بص كده، الرايت فيجاس هيعدي فين؟ هيعدي فوق الرايت سبكليبيان ارتر. طب الليفت فيجاس هيعمل ايه؟ الليفت فيجاس هيجي هنا ما بين الليفت كومن كاروتيد والليفت سبكليبيان ارتري، بعد كده هيدخلوا على الثوركس. هات الصوره اللي بعديها يمكن توضح اكتر شويه. ده انهي واحد فيهم؟ ده الراجل، وده انهي واحد؟ ليفت فيجاس. يبقى الرايت فيجاس معدي فوق الرايت سبكليبيان. الليفت فيجاس معدي ما بين الليفت كومن كاروتيد والليفت سبكليبيان، وبعد كده معدي فوق الايه؟ فوق الارش اوف اورتا. بص بعد كده ايه اللي هيحصل؟ مين الاورجن اللي موجود هنا؟ اللنج. يبقى هيجي لي كل فيجاس من دول عند الهايلم بتاع اللنج. مش اللنج كان ليها هايلم؟ عند الهايلم بتاع اللنج هيتكسر، يعمل لي ليفه. اتفقنا لما تتكون الليفه دوت يبقى ديت ايه؟ بلكسس. اسمه ايه البلكسس اللي اتكون ده؟ بالموناري بلكسس. بعد كده الليفه دي من تحت هتتجمع وتعمل لي نيرف جديد من اول وجديد. اسمه ايه النيرف الجديد اللي اتكون ده برضه؟ فيجاس. يبقى دوت مازال الليفت فيجاس وده الايه؟ الرايت فيجاس. يجوا تحت هنا ادي الاستومك. يبقى دوت الاسوفيجاس. عند اللور اند اوف اسوفيجاس الاثنين يخشوا عليه ويحوطوه يعملوا ليفه جديده. يبقى ده بلكسس جديد. اسمه ايه؟ اسوفوجيال بلكسس، صح الكلام؟
بعد ما الليفه تتكون زي ما حصل هنا ترجع تفك تاني، فتعمل لي نيرفين اهو، ادي واحد يعدي قدام الاستومك وادي واحد يعدي ورا الاستومك، بس هنا بقى ما يبقوش بيجاس، يغيروا اسمهم. يبقى اسم ده اللي قدام انتيريور جاستريك نيرف واسم اللي ورا ايه؟ بوستيريور جاستريك نيرف. وتبقى عارف كويس معلومه مهمه ايه هي؟ ان الانتيريور جاستريك نيرف مينلي جاي من الفايبرز بتاعت الليفت فيجاس. انما البوستيريور جاستريك جاي مينلي من الرايت فيجاس. الليفت هو اللي جاي منين؟ الليفت هو اللي بيدي ايه؟ انتيريور جاستريك، والرايت بيدي بوستيريور جاستريك. يبقى انت بدات دلوقتي الفيجاس نيرف من الرقبه لغايه ما خلصته في البطن، وصل للابدومين يعمل ديستريبيوشن اوتونوميك سبلاي لايه؟ للجي اي تي، تمام؟ خدت بالك من حاجه؟ ان الكورس دوت مش لعبه. مش يعني ده الفيجاس نيرف الكورس بتاعه فيه تكات كتيره مهمه. لانك هتقعد تقول لي ايه؟ هتقعد تقول لي ده على الليفت سايد عند النك بيعدي على الارتري الفلاني والرايت سايد كذا. ولما يخش بقى هيعمل لي بلكسس ويتجمع تاني، وبعدين يعمل لي انتيريور جاستريك وبوستيريور جاستريك. وده جاي من اليمين وده جاي من الشمال، وفي حته منه في النك وفي حته منه في الثوركس، يعني ايه؟ فيجاس نيرف لو جالك من النقط المهمه فيه الايه؟ الكورس بتاعه، تمام؟ نرجع بعد الكورس على مين بقى؟ القصه بتاعتنا هتبقى مين دلوقتي؟ برانشز. ايه البرانشز اللي طالعه من الفيجاس نيرف؟ قال لك تعالى نحاول نقسمها كده زي ما قسمناها في الجلوسو فارنجيال. هو الجلوسو فارنجيال كانوا كام برانش؟ سبعه. كانوا كام؟ سبعه. هنا هتعمل ايه؟ مش هو الجلوسو فارنجيال كان رقم تسعه، لكن برانشاته كانت سبعه بنقص، طب دوت رقم كام النيرف ده؟ فيجاس 10 منقص 1 يبقى برانشاته تسعه. طب برانشاته التسعه متقسمه ازاي؟ بص كده اثنين طالعين من بدايته زي ما كان هناك اثنين في البدايه. خد بالك من حاجه، الاثنين اللي طالعين من البدايه طالعين من السوبيريور جانجليا. يبقى في اثنين طالعين من السوبيريور جانجليا. طب وبعد كده؟ دي الانفيريور جانجليا، طلع منها كام واحد؟ واحد اثنين ثلاثه. دي طلع منها ثلاثه مش اثنين. طيب تحت شويه، انا دلوقتي في النك ولا في الثوركس؟ انا دلوقتي في النك لغايه هنا اهو. في كام برانش بيطلع منه بعد كده في النك؟ برانشين. بص كده معايا، حط الاريال كده اهوت، يبقى دوت برانش طالع منه في النك اهو، برانش اللي لف وطلع لفوق دوت. والسهمين دول مع بعض برانش تاني بيطلع في النك، يعني الاثنين دول مع بعض نعتبرهم حاجه واحده، ليهم نفس الفكره، تمام؟ بعد كده هيطلع منه كام برانش في الثوركس؟ قال لي هيطلع منه برانشين في الثوركس. بص كده تحت الاريال، يبقى ادي برانش طلع من الثوركس ورجع تاني لف طلع على فوق. طب فين البرانش التاني اللي طلع في الثوركس؟ مش رسمه، مش موجود في الصوره. يبقى كام برانش دلوقتي؟ نقول مع بعض، اثنين طالعين من السوبيريور جانجليا، كان المفروض يبقى اثنين من الانفيريور جانجليا، وادي واحد اثنين في النك، وادي واحد اثنين في الثوركس، تمام؟ الاستثناء الوحيد ان الانفيريور جانجليا بقوا كام؟ بقوا ثلاثه بدل اثنين. واخدين بالكم؟ يعني بدل ما اقول 2 2 2 2 قلت 2 3 2 2. سهل كده لغايه دلوقتي؟ طب امسكهم بقى واحد واحد. الاثنين اللي طالعين من السوبيريور جانجليا نفس الفكره اللي هناك بالظبط. واحد تافه قوي وواحد مهم قوي. التافه قوي هو المننجل زي هناك، والمهم قوي بيروح الودن زي هناك. بس الودن اللي راح هناك كانت الايه؟ الميدل اير. طب هنا الودن اللي هيروحها ايه؟ الاكسترنال اير. هناك النيرف فاكرين كان اسمه ايه؟ تمبانيك برانش عشان ميدل اير، هنا هيبقى اسمه ايه؟ اوريكولار برانش عشان الاكسترنال اير. فاكرين البرانش اللي هناك كان ليه اسم تاني على اسم الخواجه كان اسمه ايه؟ جاكوبسونز نيرف، هنا اسمه ايه؟ ارنولد نيرف، يعني حتى ماشيين مع بعض في الاسامي، ان كل واحد ليهم اسم تاني اجنبي، تمام؟ يبقى اسم النيرف ده ايه؟ ارنولد نيرف، تمام؟ طب السؤال اللي بعد كده اهو، هناك كان بيدي ايه؟ الديستريبيوشن بتاعه فاكرين؟ كان بيدي سنسيشن في الميدل اير وكان بيشيل البارا سمباثيك فايبرز، صح الكلام؟ طب هنا هيعمل لي ايه في الاير؟ والله انا ممكن اكتفي معاكم ان انتوا تقولوا ايه؟ ان هو بيدي الاوركل وخلاص. لكن الناس المتفوقين اللي عايزين يعرفوا معلومات زياده، ودول طبعا كتير هنا، فنقول لهم بقى بيعمل ايه في الاير؟ فاكرين المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن النيرف اللي هو الاوركل وتمبرال نيرف؟ قلنا كان بيدي الثلثين الفوقانيين بتوع الاوركل، صح الكلام؟ والنص القداماني بتاع الاكسترنال اوديتوري ميتس والسيرفس اللي بره بتاع التمبانيك ممبرين، فاكرين؟ اهو ده بقى هيكمل باقي الحاجات. يعني هيدي الثلث التحتاني بتاع الاوركل، يعني هيدي النص الوراني بتاع الايه؟ الاكسترنال اوديتوري ميتس، يعني هيدي الانر سيرفس بتاع التمبانيك ممبرين اللي باقي. ونزود عليهم دي بقى اللي يمكن عايزكم تعرفوها، بيدي حته في الاير من بره اسمها كونكا. المنطقه دي اسمها الايه؟ الكونكا. يبقى بيروح الاير يعمل ايه في الاير؟ يعمل فيها سنسيشن. سؤال،
هو الفيغاس نيرف لما هنكمله ان شاء الله هنلاقي ان هو متوزع على اورجانز كتيره زي الثوراكس والابدومن، وهتعرفوا ان هو رايح القلب كمان بيديله ايه باراسمباثيك سبلاي. طب هو الباراسمباثيك بيعمل ايه في الهارت؟ بيقلل الضربات، يعمل براديكارديا. فيقول لك خد بالك ما تضربش واحد بالقلم هنا، ليه؟ دي منطقه من المناطق الخطيره اللي في الجسم اللي بيسموها تريجر زون. يعني ايه تريجر زون؟ يعني قلم هنا ممكن يموت. ليه؟ لان القلم هنا بيخبط في الكونكه بتاعت الاير اللي هي واخده من الفيجاس نيرف سنسيشن، يقوم ده يتنقل يوصل للقلب يعمل ايه فيجال ستيميوليشن، يعمل براديكارديا، ممكن يعمل كاردياك اريست. نفس الكلام في تريجر زون ثانيه برضو تاخد بالك منها، ما تضربش حد هنا بالبوكس او بالشلوت. فين؟ في فم المعده هنا. ليه؟ لان الفيجاس معدي انتيريور وبوستيريور جاستريك قدام المعده هنا في المنطقه دي، فالخفه هنا اهوت هتنبهه ممكن تعمل ريفلكس كاردياك انهيبيشن. تمام؟ سهل الكلام لغايه دلوقتي؟ كام برانش طالعين في الاول؟ 2 من السوبيريور جانج. كام برانش طالعين من الانفيريور جانج؟ ده هي الاستثناء الوحيد. 3. انا عارف ان انتوا بتحبوا المفاتيح، فقلت اجمعها في مفتاح. والله قعدت ادور امبارح فلقيت ممكن نجمع الثلاث فروع دول في كلمه كسب، سي اس بي. انتوا بتعملوا حاجات. الدكتور هنا جالي كان كاتب لي بو، انا حتى ما عرفتش ايه بو دي يعني، ففسرني. فدي يعني تقال ألز من بو شويه. تمام؟ فنقول الثلاث برانشات دول يتجمعوا في كلمه ايه؟ كسب، سي اس بي. طب حرف السي هنلاقي هنا في برانش طالع عشان يديني ايه؟ الكاروتيد ساينس والكاروتيد بابل زي الجلوسوفارينجيا، يبقى ده هسميه ايه؟ كاروتيد برانش. طب حرف الاس، بص كده معايا، ادي البرانش اللي اسمه اس جاي من فوق نازل هنا على مين دي؟ على اللاركس. يبقى البرانش دوت اسمه سوبيريور لارينجيا عشان بيدي اللاركس من فوق، يبقى اسم البرانش ايه؟ سوبيريور لارينجيا. طب حرف البي فارينجيا البرانش، هيروح يدي مين؟ هروح يديني الفارنكس. تمام؟ سهل الكلام لغايه دلوقتي؟ طب امشي مع كل برانش في دول. خلاص الكاروتيد برانش ما يهمنيش قوي. بص لي على السوبيريور لارينجيال برانش هيعمل ايه؟ هيجي هنا يتقسم فرعين، واخد بالك؟ فرع فيهم هيفضل بره يديني العضله دي. اسمها ايه العضله دي؟ كيريكو سايلوي، يبقى يديها نيرف سبلاي موتور. والفرع الثاني هيلاقي فتحه هنا يخش جواها يدخل في قلب الحنجره من جوه، تمام؟ يبقى هيدي ايه الفرع الثاني دوت؟ تفتكروا هيدي ايه؟ احنا قلنا في عضلات جوه الحنجره. لا هو مش هيدي عضلات، هيدي سنسيشن بس. خد بالك من حاجه، هيدي سنسيشن للميوكوزا بتاعت الحنجره فوق مستوى الفوكال كورد. يعني هيقف لغايه هنا مش هيكمل تحت مستوى الفوكال كورد. طب النيرف الاساسي كان اسمه ايه؟ سوبيريور لارينجيال نيرف. طب اللي هيفضل بره ده هسميه ايه؟ اكسترنال لارينجيال. طب اللي هيخش جوه هسميه ايه؟ انترنال لارينجيال. معنى الكلام ده ايه؟ ان الاكسترنال لارينجيال نيرف بيورلي موتور، انما الانترنال سنسوري. صح الكلام؟ طب نرجع تاني بعد كده على مين؟ نرجع على الفارنجيال برانش. مش قلنا دوت اسمه فارنجيال برانش؟ طب الفارنجيال برانش هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين. وهو ماشي كده في سكته هيقوم حادف لي برانش هنا على البلكسس اللي كان هنا، فاكرين كان اسمه ايه؟ الفارنجيال بلكسس، يشارك في الفارنجيال بلكسس. والبرانش الثاني هيطلع لدي اللي هي مين؟ السوفت باند. تمام؟ طيب سؤال، احنا قلنا مين العضلات اللي هيديها الفيجاس؟ عضلات مين ومين ومين؟ قلنا أربعة وستة، فسرناهم قلنا مين؟ فارنكس ولاركس وبلدز. معنى الكلام دوت إن أكيد البرانش ده هيطلع عشان يعمل إيه؟ عشان يدي عضلات البلد، ما عدا مين؟ تنسور بلاطاي. ومعنى الكلام ده إن البرانش ده أكيد هيشارك في البلكسس ده عشان يدي عضلات مين؟ الفارنكس. مش ده الفارنجيال بلكسس واللي تحتيه دوت الفارنكس؟ يبقى بعد ما يشارك في البلكسس هيدي عضلات مين؟ الفارنكس، ما عدا مين؟ ستايلو فارنكس. صح الكلام؟ أمال اللاركس ما خدتش ليه؟ ما هي خدت اهي، ما هو البرانش دوت ابتدى باول عضله في اللاركس. صح الكلام؟ ماشي دلوقتي. تمام؟ واحد هيقول لي الله مش الفارنجيال بلكسس دوت لسه قايلين من شويه ان هو سنسوري بلكسس؟ لا ما قلناش كده، قلنا هو بلكسس بيشارك فيه الجلوسو فارنجيال نيرف، ودلوقتي لقينا مين اللي مشارك فيه كمان؟ الفيجاس نيرف. ومش بس الفيجاس نيرف، مش الفايبرز اللي ماشيه هنا بتدي العضلات دي مينلي بتاع 11؟ يعني معنى كده ان البلكسس دوت بيبقى ميكسد بلكسس موتور وسنسوري. جاي له السنسوري فايبرز منين؟ من الجلوسو فارنجيال نيرف. جاي له الموتور فايبرز منين؟ من 10 و11. سهل الكلام؟ خلاص اديت العضلات دي. نرجع تاني، يبقى في برانشين طالعين من السوبيريور جانجل، وفي ثلاثه طالعين من الانفيريور جانجل، خلصناه. ننزل بعد كده على مين؟ على البرانشين اللي كانوا بيطلعوا في النك. صح الكلام؟ بص لي الاريال كده اهوت، هتلاقي هنا في نيرف طلع من هنا في النك، واحد من الاثنين اللي طالعين في النك طلع على فوق. وهتلاقي تحت الاريا الواحد تاني طلع من الناحيه الثانيه
من الليفت فيجاس لف نفس اللفه. يعني معنى كده ان البرانش اللي طالع في النك ده هو نفسه البرانش اللي طالع ان هو في الثوركس بس ناحيه اليمين غير الشمال. مين بقى البرانش ده؟ ده برانش بدل ما ياخد سكته لتحت كده لا عمل ايه؟ ريكارنس، رجع لفوق. لما رجع لفوق كده دخل على الحنجره، يبقى اسمه ايه؟ ريكارنت لارينجيال نيرف. عدى عليكم الاسم قبل كده؟ يبقى اسم النيرف ده ايه؟ لا رايت ريكارنت لارينجيال. لازم هنا تحدد لي السايد ليه؟ لان البرانش اللي طلع في النك اللي هو واحد من الاثنين بتوع النك هو مين؟ الرايت ريكارنت لارينجيال مش الليفت. انما الليفت ريكارنت بيطلع فين؟ في الثوركس. ده واحد من الاثنين بتوع الثوركس. خدت بالك من الخدعه؟ يعني انت هتحفظ اسم واحد بس، ريكارنت لارينجيال نيرف، مره تحذفه مع النك ومره تحذفه مع الايه؟ مع الثوركس، ونفس الاكشن بتاعه هيبقى واحد في الناحيتين. طيب ايه الاكشن بتاعه؟ يمشي كده مع الرايت ريكارنت، لما يطلع لفوق كده هيلاقي مين ومين؟ هيلاقي الاسوفيجاس والتراكيه يخش ما بينهم ويطلع على فوق. لما يطلع على فوق كده هيخش في قلب الحنجره من ورا. لما يخش في قلب الحنجره هيديها ايه؟ مش احنا قلنا ان لازم الفيجاس بالفايبرز بتاعت 11 اللي فيه تدي عضلات الحنجره؟ احنا ما قلناش غير عضله واحده اللي بره اللي هي مين؟ كريكوثايرويد. يبقى معنى كده ان الريكارنت لارينجيال هيعمل لي ايه؟ هيديني كل الانترنسك ماسلز بتاعت اللارينكس اكسبت سبت الكريكوثايرويد. لا وخلي بالك من الكلمه، انا بقول لك بيدي كل الانترنال ماسلز اوف لارينكس، ما قلتش اكسترنال اكسبت. مفيش اكسبشن. ليه؟ الاكسبشن بتاع الفيجاس كان مع عضلات الفارنكس والبلد بس، انما عضلات اللارينكس كلها بتخدم الفيجاس. يبقى انا من خلال البرانش ده كملت كل عضلات اللارينكس اللي كانت ناقصاني، صح الكلام؟ مين بقى اللي مهم بالنسبه للماسلز بتاع اللارينكس اكتر؟ ريكارنت لارينجيال ولا سوبيريور لارينجيال؟ ريكارنت. عشان كده اخاف من الاصابه بتاعته اكتر من السوبيريور ايه؟ لارينجيال. تمام؟ طيب ادر رايت ريكارنت لارينجيال نيرف. سؤال، فاكرين من شويه لما قلت لكم دوت الانترنال لارينجيال هيدي سنسيشن للميوكس ممبرين فوق الفوكال كورد؟ امال فين الميوكس ممبرين تحت الفوكال كورد؟ ملوش نفس هو كمان ياخد سنسيشن منين؟ مين بقى اللي ناقص كده؟ هو مفيش غير ريكارنت لارينجيال نيرف. يبقى في فرق مهم جدا ما بين مين ومين؟ ريكارنت وسوبيريور لارينجيال. سوبيريور لارينجيال لما يديني انترنال لارينجيال بيدي بس ايه؟ سنسيشن. انما ريكارنت لارينجيال بيدي موتور وسنسوري مع بعض. وكل دي مواضع تكات ام سي كيو. اختار النيرف اللي بيدي الميوكس ممبرين بتاع اللارينكس فوق الفوكال كورد، اختار اللي بيدي تحت الفوكال كورد، اختار اللي بيدي الاكسترنسك ماسل بتاع اللارينكس، اختار اللي بيدي الانترنسك ماسل بتاع اللارينكس. تمام؟ واخدين بالكم؟ سهل الكلام؟ طب احنا قلنا في كام برانش طالعين في النك؟ ثلاثة. نرجع من الاول، اثنين من السوبيريور جانجليا، ثلاثة من الانفيريور جانجليا، اثنين طالعين في النك. اللي هم كانوا مين بقى الاثنين اللي طالعين في النك؟ قلنا واحد فيهم. مش ريكارنت. والله ما تقولش ريكارنت لوحده، رايت ريكارنت لارينجيال نيرف، لان الليفت طالع في مين؟ في الثوركس. تمام؟ طيب ايه البرانش بقى اللي ناقصني عشان اخلص النك؟ اللي هم السهمين اللي قلنا مع بعض حاجه واحده. طب البرانشين دول هيعملوا ايه؟ البرانشين دول رايحين للقلب. طب هيعملوا ايه في القلب؟ هيدوا له بارا سمباثاتيك سبلاي. طب هم رايحين للارض للهارت عشان يدوا له بارا سمباثاتيك سبلاي، يبقى هسميهم ايه؟ هسمي اللي فوق ده سوبيريور كاردياك برانش، واسمي اللي تحت ايه؟ انفيريور كاردياك برانش. عندي الناحيه دي سوبيريور وانفيريور، وعندي الناحيه الثانيه سوبيريور وانفيريور، مش هيسكت توه بقى. يبقى انا عندي كام كاردياك برانش كتوتال كعدد؟ اربعه، اثنين يمين واثنين شمال، وفي كل ناحيه كام واحد؟ اثنين، واحد سوبيريور وواحد انفيريور، لكن كبرانشز كاسم انت تسميه طالع من الفيجاس هو برانش واحد، اسمه ايه؟ كاردياك برانشز. تمام؟ طب ليه بفصصه كده اهوت؟ عشان يهمني بقى ايه تكه هنا بتسال ام سي كيو نحبها ايه هي؟ دلوقتي يا شباب ادي الايه؟ ادي الهارت. هنقول ان دوت الايه؟ الهارت. تمام؟ عند الهارت هنا اهوت في اثنين بلكسس. ادي بلكسس موجود في الحته دي، وادي بلكسس موجود فوقيه شويه. اسم البلكسس اللي لازق في الهارت دوت ايه؟ ديب كاردياك بلكسس. طب اسم البلكسس اللي بعيد شويه ده ايه؟ سوبرفيشال كاردياك بلكسس. تمام؟ طب احنا لسه قايلين دلوقتي ان انا عندي كاردياك برانشز كتوتال عددهم كام؟ اربعه. طب الاربعه دول هيشاركوا في انهي بلكسس من دول؟ سوبرفيشال ولا ديب؟ قال لي ثلاثه منهم هيخشوا في الديب بلكسس، الديب هو الاهم. يبقى هياخد عدد اكتر، يبقى هنا في ثلاث برانشات من الاربعه هيدخلوا في الايه؟ في الديب بلكسس، برانش واحد بس هيروح لمين؟ للسوبرفيشال بلكسس. انهي واحد فيهم؟ نفتكره ازاي؟ مش السوبرفيشال بلكسس. انا بقول لكم دلوقتي ان هو اقل في الاهميه، يبقى ياخد اسوأ مسمى في الاربعه.
دي اسوأ مسمى في الاربعة. هيبقى inferior ولا superior؟ inferior. طب الانفيريور في منه رايت وليفت، ايه الاسوأ؟ الليفت. يبقى الليفت انفيريور هو اللي بيشارك في مين؟ هو اللي بيشارك في السوبرفيشال كارديال بلكسس، والباقيين في الديب كارديال بلكسس. نرجع بقى للقصه هنا تاني. يبقى قلنا البرانشز دلوقتي احنا ايه ماشيين مع بعض، ادي اتنين من السوبيريور جانجليا، ثلاثه من الانفيريور جانجليا، اتنين في النك، ناقص لي ايه عشان اخلص؟ اتنين في الثوركس. مين الاثنين اللي طالعين في الثوركس؟ بص لي هنا، ادي اول واحد فيهم ليفت ريكارنت لارنجيال نيرف، هيطلع لفوق يكمل نفس القصه اللي قلنا عليها. خد بالك ان الاوان بقى ان احنا نقول ايه الفرق ما بين الرايت والليفت ريكارنت لارنجيال نيرف، ليه ده في النك وده ليه تحت في الثوركس؟ يمكن عدت عليكم المعلومه قبل كده، لان الليفت ريكارنت لارنجيال نيرف بيلف حوالين الارش اوف اورتا، والارش اوف اورتا موجود في الثوركس اكيد، يبقى لازم اللفه دي تخليه يبقى في الثوركس. انما الرايت ريكارنت لارنجيال نيرف بيلف حوالين مين؟ بيلف حوالين الرايت سبكليفيان ارتري، والرايت سبكليفيان ارتري موجود في بدايه النك، فلازم يبقى في النك. طب ايه اللي خلى ده هنا وده هنا؟ هو في الامبريولوجي بقى، يمكن عدت عليكم قبل كده في الديفلوبمنت، تمام؟ طب يبقى دي اول برانش من اللي موجودين في الثوركس. طب ايه البرانش اللي فاضل مش مرسوم؟ البرانش اللي فاضل مش مرسوم حاجات نون سبيسيفيك بقى. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ يعني الحاجات اللي موجوده في الثوركس تاخد بارا سمباثيك نيرف سبلاي، او تاخد نيرف سبلاي للسموس انفولانتري ماسلز بتاعتها، اللي هي مين؟ زي ايه؟ زي كاردياك برانشز، برانشات ثانيه تروح للهارت، زي بالمونري برانشز، برانشات تروح للايه؟ الرئه، زي اوسوفوجيال برانشز تروح للاسوفيجس، وهكذا. كده خلصنا القصه بتاع الفيجاس نيرف. عايز الاسامي بس من غير ما نشرح الديستريبيوشن تاني. مين الاثنين من هنا؟ منينجل واوريجنال. مين الثلاثه اللي من هنا كاسب؟ كاروتيد. سوبيريور لارنجل مقسوم لاثنين وفارنجل. مين الاثنين اللي في النك؟ كاردياك برانشز بتفاصيلها ورايت ريكارنت لارنجل. مين الاثنين اللي في الثوركس؟ ليفت ريكارنت لارنجل والنون سبيسيفيك اللي هم مين؟ كاردياك وبالمونري واوسوفوجيا، تمام؟ ادي التسع برانشات. وطبعا انتوا عارفين في الاخر ان الفيجاس بينتهي في الابدومن، يتوزع على الايه؟ على الجي اي تي، تمام؟ ادي كده الديستريبيوشن بتاع الايه؟ الفيجاس نيرف، تمام؟ طيب سؤال، تفتكروا لو حصل باراليس في الفيجاس نيرف ايه المشكله اللي هتحصل عندي؟ ايه المين بروبلمز اللي بتظهر عندي؟ الفيجاس نيرف اتضرب يبقى هضرب عضلات، مين العضلات اللي بخاف عليها؟ مبدئيا كده العضلات بتاعت البلد هتبوظ، صح ولا لا؟ يبقى انت لو فتحت بق العيان ده بيبقى في حاجه مدلدله اسمها الايه؟ اليوبلا. احنا بنتكلم دلوقتي ان في فيروس اتضرب في ناحيه واحده بس، او ايه؟ مين اللي زيه برضه؟ اكسسوري اتضرب في ناحيه واحده. يبقى معنى كده ان انت لو العيان ده فتح بقه هتلاقي اليوبلا بتاعته متجهه لاتجاه واحد، مش واقفه في النص. ليه؟ لان في عضلات في الناحيه المصابه مش شغاله، مش عارفه تجيب اليوفلا ناحيتها. ما هو اليوفلا دي مين اللي مخليها في النص كده؟ ان دي بتشد كده ودي بتشد كده، فهي واقفه في النص. فلما دي تتضرب ايه اللي هيحصل؟ يبقى الناحيه السليمه هتشدها ناحيتها، يبقى تفتح تلاقي البيشنت دوت ايه؟ اليوفلا بتاعته ديفييتد للايه؟ للهيلثي سايد، تمام؟ طيب حاجه ثانيه، في حاجه اسمها جاج ريفلكس، عارفه؟ ها لو فتحت بقك كده وجبت تحط صباعك او ايه او تنج ديبريسور من ورا كده عند اليوفلا هتلاقي الواحد بيكح، تمام؟ طب الشخص دوت عنده مشكله في العضلات بتاعه اللارنكس والفارنكس اكيد، يبقى لما تيجي تعمل الايه الريفلكس دوت تلاقيه ما بيكحش، مفيش الريفلكس دوت، تمام؟ طب ايه بقى الاخطر في الاصابه بتاعه الفيروس نيرف؟ عضلات مين؟ فارنكس ولا بلت ولا لارنكس؟ لارنكس. ليه؟ لان عضلات اللارنكس لو انت ضربت الفيروس نيرف في ناحيه واحده بس بيحصل ايه؟ بتضعف العضلات اللي بتحرك الاحبال الصوتيه، يبقى يحصل ايه؟ هورسنس اوف فويس، تمام كده اهوت. لكن لو الناحيتين اتضربوا في نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ يبقى الفوكال كورد هيجي في حاجه اسمها كادافيريك بوزيشن، يعني الحبلين الصوتيين مع بعض هيقفلوا، ما يبقاش فيه فراغ ان الهواء حتى يعدي، ممكن يموت فيه، تمام؟ يبقى ادي الخطوره بتاعت اصابه مين؟ الفيجاس نيرف، تمام؟ طالما خلصنا الجلوسوفارينجيا وطالما خلصنا الفيجاس، يبقى احنا يعتبر ان احنا خلصنا مين كمان معاه؟ اكسسوري. ليه بقى؟ حد عارف؟ لانك لو جيت قلت لك اتكلم عن الاكسسوري اول كلمه هتقول لي ايه؟ هتقول لي ات از ديفايدد انتو كرينيال اكسسوري اند سباينال اكسسوري. طب كرينيال اكسسوري هتقول في ايه؟ في منتهى التفاهه هتقول لي طالع من الموتور نيوكلياس اللي هو اللي هي ايه؟ لور وان سيرد اوف نيوكلياس امبيجوس. هتقول لي العضلات اللي بيديها كذا وكذا وكذا زيه زي الفيجاس. هتقول لي بيطلع من المنطقه دي يخش على الجاجلر فورامين يجي له دوت يلحم معاه مسافه صغيره ويفصل عنه تاني، تقول لي بعد كده هيخش في الفيجاس وانتهت قصته. يبقى ادي كده ايه الكرينيال اكسسوري. طب السباينال اكسسوري؟
هتقول لي بيطلع من السباينال نيوكليس اوف اكسسوري يعدي في الفورامن مرنم يلف عند الجاجولار فورامن يرجع ينفصل ينزل على النك. خدنا قصته قبل كده زمان. هينزل على النك يعمل ايه؟ ينزل ان هو تلاقي عضله اسمها ستيرنوماستوي يخرمها ويديها، وبعد ما يديها يرجع لورا يلاقي عضله اسمها ترابيزيوس يدخل في قلبها ويديها. ادي قصه السباينال اكسسوري عضلتين بس، مين هما؟ ستيرنوماستويد وترابيزيوس. تمام، خلص كده الايه الاكسسوري نيرف. يبقى مين النيرف اللي فاضل لنا عايزين نخلصه دلوقتي؟ اخر واحد في الاربعه هيبقى الهايبوجلوسال نيرف رقم 12. اسهل منهم برضو بكتير. ليه؟ لان هي نيوكليس واحده بس بتاعته. مين هي؟ هو موتور. يبقى الهايبوجلوسال نيوكليس فاكرين؟ طب كان يفرق عنهم في ايه؟ وانا برضو متعمد ما ارجعش للصوره اشوف فاكرين ولا لا. كان بيطلع بروتلتس في المسافه اللي ما بين البيراميد والاوليف لوحده. بعد ما يتكون ويطلع كان بيعدي لوحده في فتحه اسمها ايه؟ هايبوجلوسال كانال او انتيريور كوندايلر كانال. بعد كده هينزل على النك. بص كده معايا، قال يعني الانبوبه اللي فوق دي هي مين؟ الهايبوجلوسال كانال. مين البروسيس دي؟ الماستويد. مين البروسيس دي؟ الستايلويد بروسيس. مين الشيس اللي مدور حوالين الارتري والفين ده؟ كاروتيد شيس. مين الفين ده؟ انترنال جاجولار فين. مين الارتري ده؟ انترنال كاروتيد. مين ده؟ اكسترنال كاروتيد. مين ده؟ كومن كاروتيد. بص بقى الاكسترنال كاروتيد ارتري هنا طالع منه من برانشات، واحد كده عامل ايه لفه، البرانش ده هيستخبى كده ويديني اللسان. اسم الارتري دوت لينجوال ارتري. بنجيب سيرته ليه؟ هيفيدنا كمان شويه. اسمه ايه؟ لينجوال ارتري. تمام؟ بص لي هنا، ادي الفك مكسور، ادي اللسان، ادي عضله طالعه من الفك للسان، خدتوها قبل كده اسمها جينيو جلوسس. جينيو جلوسس. امال مين العظمه اللي في الرقبه دي؟ هايويد بون. يبقى اسم المصري دي ايه؟ جينيو هايويد. جينيو هايويد، تمام؟ دي قلناها من شويه كان اسمها ايه؟ هايو جلوسس. تمام؟ خد بالك من حاجه، اللسان مكون من نوعين من العضلات. في عضلات بتجيله من بره كده تمسك فيه اسمها اكسترنسك ماسل، وفي عضلات اللي هي في قلبه من جوه اسمها انترنسك ماسل. يبقى اكن اللي في القلب هنا مين؟ انترنسك ماسلز اوف ذا تانج. طب اسم الماسل دي ايه؟ من الستايلويد بروسيس للسان. يبقى ستايلو جلوسس. اسمها ايه؟ ستايلو جلوسس. دول ما يهمونيش العضلتين دول، مش عايزهم النهارده. انزل تحت، ادي الهايويد بون. يبقى العضلات اللي تحت الهايويد بون دي كلها على بعضها اسمها انفرا هايويد ماسل. عديت عليكم قبل كده. طب انا عايز مين في الانفرا هايويد ماسلز النهارده؟ دي اسمها اومو هايويد، ما تهمنيش قوي دلوقتي. يهمني دي اللي تحت دوت الاسترنو. يبقى اسم دي استيرنو هايويد. اسمها ايه؟ استيرنو هايويد. يستخبي تحتها واحده لونها ايه؟ وردي شويه. دي اسمها ايه؟ استيرنو سايرويد. اسمها ايه؟ استيرنو سايرويد. وفي واحده هنا غامقه شويه اسمها سايرو هايويد. فاكرين الاسامي؟ اسم دي ايه؟ سايرو هايويد. تمام؟ طيب ركز معايا في دي. هتلاقي هنا دوت السباينال كورد موجود في المنطقه دي. في بعض الفايبرز بتطلع من سي 1 وفايبرز بتطلع من سي 2 وفايبرز بتطلع من سي 3. خلي بالك، يقوم الفايبرز بتاعت سي 1 دي لوحدها تنزل على تحت تعدي فوق الكومن كاروتيد ارتري، وتقوم الفايبرز بتاعت سي 2 و3 مع بعض يلحموا ويكونوا دراع جديد ينزل برضه لتحت، والدراع ده يتقابل مع ده. التركيبه اللي شبه السبعه بالعربي دي بنسميها انسا سيرفايكالس. يمكن برضه عدى عليكم الاسم قبل كده. اسم دي ايه؟ انسا سيرفايكالس. طب الانسا سيرفايكالس مكونه من كام دراع؟ اثنين. انا بتكلم على الدراع ده وده، سيبك من البدايه. يبقى كام دراع؟ دراعين. كل دراع من دول نازل ولا طالع؟ نازل. يعني السند ولا السند؟ السند. يعني كل دراع هسميه ايه؟ ديسندس. كل دراع لوحده اسمه ايه؟ ديسندس. الدراع ده هسميه ديسندس سيرفايكالس عشان نازل في الرقبه. ما يهمنيش الدراع ده، ده اللي يهمني. الدراع دوت اسمه ديسندس ايه؟ ديسندس هايبوجلوساي. ليه اسمه ديسندس هايبوجلوساي؟ عشان في الصوره اللي بعديها لما اجيب لكم الهايبوجلوسال نيرف مرسوم هتلاقوه مرسوم زي الاريال كده، والدراع ده اكنه شابك فيه ونازل منه. يبقى اسم الدراع ده ايه؟ ديسندس هايبوجلوساي اوف انسا سيرفايكالس. تمام؟ الصوره دي فيها مشكله دلوقتي. هات لي بعد كده مين؟ هات لي الهايبوجلوسال نيرف اللي هو متلون بالاخضر. ايه الكورس بتاعه؟ هيعدي لي في الانبوبه اللي اسمها ايه؟ هايبوجلوسال كانال. هينزل لي في قلب الشيس اللي اسمه كاروتيد شيس. هيمشي ما بين الانترنال جاجولار فين والانترنال كاروتيد ارتري. هيجي في المنطقه ديت يعدي لقدام. يعني لما تيجي تشوف في العملي معايا ان شاء الله كمان شويه، الهايبوجلوسال نيرف مش نازل بالطول كده، لا، ده واخد لفه نازل شويه وبعد كده طالع لقدام. بس خد بالك وهو طالع لقدام معدي على مين عشان تفيدك في العمل لما تشوف. معدي على الانترنال كاروتيد
معدي على الاكسترنال كاروتيد، معدي على اللينجوال ارتري، صح الكلام؟ وبعد كده يوصل قدام يديني اللسان من تحت، ادي نهايته. شبه مين؟ مين اللي كانوا بيدوا اللسان من تحت كده؟ جلوسوفارينجال واللينجوال. بس الفرق ما بينهم الثلاثه ايه؟ ان الجلوسوفارينجال واللينجوال كانوا سنسوري، لكن دوت هيبقى ايه؟ موتور، هيدي العضلات بتاعه اللسان. عشان كده اسمه هايبوجلوسا، تحت اللسان. في مشكله لغايه دلوقتي؟ اخر كلمه لينا، ايه البرانشز اللي بيديها الهايبوجلوسا النيرف؟ كلها لازم تبقى موتور. قال لك بص بقى، البرانشز اللي بيديها الهايبوجلوسا النيرف هتتقسم ازاي؟ اربعه واربعه. اربعه واربعه. هي دي انهي فايبرز؟ انهي نوع من الفايبرز؟ سي كام؟ سي 1. السي 1 فايبرز لو تلاحظ جت هنا شبكت في الهايبوجلوسا النيرف ورجعت ثابته ونزلت في صوره مين اللي قلنا عليها من شويه دي؟ للسندس هايبوجلوسال. فيبقى انا عندي دلوقتي في شويه سي 1 فايبرز طلعت منه ونزلت لتحت، صح ولا لا؟ بس كده؟ قال لي لا، ده في فايبرز انت مش شايفها في الصوره من سي 1 هتخش فيه كده وتطلع تمشي فيه لفوق لغايه هنا اهو. وفي شويه فايبرز من سي 1 هتمشي كده اهوت وتكمل معاه لقدام. يبقى الفايبرز بتاعت سي 1 اللي داخل في الهايبوجلوسال نيرف هتديني كام برانش؟ هتديني اربعه. ايه هم الاربع برانشات؟ البرانش الاولاني ان هينزل منها ايه؟ السندس هايبوجلوسال. طيب البرانش الثاني هيطلع منها لفوق برانش يخش على الاسكال يديني منينجيال. يبقى المنينجيال جاي منين اساسا؟ من سي 1 فايبرز ماشيه مع الهايبوجلوسال نيرف. ادي اثنين. طب فين الثالث؟ بص كده للثالث. ها البرانش البنفسجي اللي طلع منه دوت اساسا كان سي 1 فايبرز. طب ده رايح لمين؟ للثايروهايويد، صح الكلام؟ طب البرانش الرابع اللي هو برده نازل لتحت بعد كده بالبنفسجي دوت رايح لمين؟ للجينيوهايويد. يبقى في كام برانش من الهايبوجلوسال نيرف اصلا مش بتوعه؟ من السي 1 اللي متشال عليه؟ اربعه، اللي هم مين؟ ديسندس هايبوجلوساي، نيرف 2 ثايروهايويد، نيرف 2 جينيوهايويد، اند منينجيال برانش، صح الكلام؟ طب سؤال، لغايه دلوقتي الهايبوجلوسال نيرف اداني اي حاجه في الطنج؟ هو اساسا بتاع الطنج، الاربعه دول مش بتوعه فما راحوش للطنج. طب هو بقى الفايبرز بتاعته اللي هم بقى الاربعه اللي باقيين اللي في الاخر هيروحوا لمين اكيد؟ للطنج. اللي هم مين بقى؟ بص كده معايا، هو نفسه في النهايه هيخش في قلب الطنج، يبقى هيديني ايه؟ انترنسك ماسلز اوف ذا طنج، ادي واحد، صح الكلام؟ طيب تاني حاجه، هو نفسه في النهايه كده مين العضله اللي جنبه دي؟ جينيو بلوسس، يبقى يدي جينيو بلوسس. طب بص كده معايا وهو ماشي كده الفايبرز بتاعته تطلع لدي اللي هي مين؟ ستايلو بلوسس، يبقى ادي ثلاثه. طب رقم اربعه في النص كده برانشات صغيره تدي دي اللي هي مين؟ هايو بلوسس. مع اي مصل اسمها بلوسس تبقى بتاعت مين؟ بتاعت الطار، تمام؟ سهل الهايبو بلوسس نيرف عدد برانشاته كام؟ 8. مقسومين ازاي؟ اربعه بتوع واربعه مش بتوع. الاربعه بتوع هيروحوا لمين كلهم؟ للطنج. مين هم الاربعه دول؟ جينيو بلوسس، ستايلو بلوسس، هايو بلوسس، انترنسك ماسل. مين الاربعه اللي مش بتوع؟ بتوع مين؟ سي 1. هيروحوا لمين؟ منينجيال برانش، جينيو هايويد، ثايرو هايويد، وديسندس ايه؟ هايبو بلوسار. سؤال، هل كل عضلات الطنج، هل كل عضلات الطنج هتاخد من الهايبوجلوسال نيرف؟ لا، اكسبت دي انا ما قلتهاش بس الشاطر يعرف يطلعها لو انتوا فاكرين اسامي العضلات. فيهم عضله اسمها بلاتوجلوسس. برافو عليك. طب بلاتوجلوسس يعني ايه؟ يعني عضله بتاعه البلت. هتقول لي ما هو فيها كلمه جلوسس. اه هي مشتركه، تمشي مره مع البلت وتمشي مره مع الايه؟ مع الطن. طب لما تبقى بلاتوجلوسس مصر ونمشيها مع البلت يبقى مين اللي هيديها؟ يبقى الفيجاس والكرينيال اكسسوري زي ما قلنا من شويه. يبقى الاكسبشن شغال عندنا في كل حاجه ما عدا مين؟ ما عدا اللارنكس، صح الكلام؟ يبقى لما تيجي للهايبوجلوسال سؤال مثلا ام سي كيو يقول لك ان الهايبوجلوسال نيرف جيفز اول ذا ماسلز اوف ذا تانج اول ذا فولوينج ماسلز اوف ذا تانج اكسبت، واكتب لك الاسامي مين الاستثناء؟ بلاتوجلوسس ماسل. سؤال، لو حصل انجري في الهايبوجلوسال نيرف ايه اللي هيحصل؟ مين اهم عضله عامله البلك بتاع الطنج؟ يعني عامله الكتله بتاعته؟ الجينيو جلوسس دي، لانها بتجي له من تحت ايه؟ تنتشر زي المروحه تغطيه كله. ايه الاكشن الاساسي بتاع الجينيو جلوسس؟ لو قلت لك طلع الطنج لبره اعمل بروتريوجن كده، ها اللسان طلع، مين اللي اشتغل دلوقتي؟ الجينيو جلوسس اليمين والجينيو جلوسس الشمال. طب افرض ان واحده فيهم بس هي اللي اشتغلت، هتعمل ايه؟ هتقوم مطلعه اللسان، ما هما الاثنين شغالين مع بعض فبيطلعوا، دي عايزه تزق اللسان الناحيه الثانيه ودي عايزه تزق اللسان الناحيه الثانيه، فلما يبقوا مع بعض اللي يحصل؟ اللسان يطلع في النص. طب لو حصل شلل في الهايبوجلوسال نيرف الناحيه دي والجينيو جلوسس اتضربت ناحيه اليمين، يجي اللسان اقول لك طلعه، ايه اللي هيحصل؟ يطلع معاك بناحيه الشمال بس ما يلاقيش حاجه تصده الناحيه دي،
يبقى هيتجه لناحيه اليمين المصاب. يبقى في حاله الهايبوجلوسال نيرف انجري بيحصل ايه؟ ديفيشن اوف ذا تانج تو افكتد سايد. تمام؟ سهل الكلام؟ ادي كده الايه الهايبوجلوسال نيرف كده خلص اللاست فور كرينيال نيرفز. دي سلايد انا حطيتها عشان ايه؟ ده كيس مور. هتلاقوا في الكيس مور البليت ديت او الصوره ديت دوروا عليها بقى، انا مش فاكر صفحه كام بالظبط. ده قال يعني شكل الكرينيال نيرفز وبيديك كده هنت عن الديستريبيوشن بتاع كل واحد. حاجه ايه؟ مراجعه سريعه. تمام؟ طيب تحبوا بقى نخش على طول في الباقي ولا عايزين تريحوا؟ خش خش بزياده. بعد الاجازه ان شاء الله المفروض ان انا هديكم حاجه اسمها الاوربت. الاوربت الاي. الاوربت لغايه السنه قبل اللي فاتت كانت بتتاخد محاضره مدتها ساعه ولاب مدته ساعتين، وهي تفاصيلها كتيره. بدايه من السنه اللي فاتت بقت لاب مدته ساعتين بس، وانا متوقع ان انا مش هقدر اديها في ساعتين، فمتوقع وقتها ان شاء الله هتفق معاكم على ساعه اضافيه في اي وقت. من الحاجات الكويسه في الاوربت ان في جزء منه هيتاخد دلوقتي. انت لما تيجي تتكلم عن الاوربت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن العضلات، بتتكلم عن النيرف سبلاي، مدي دي الحاجات الاساسيه. فدلوقتي احنا هنتكلم عن معظم النيرفات اللي في الاوربت. تفتكروا المره اللي فاتت لما قلنا الترايجيمينال نيرف كان ليه ثلاثة ديفيجنز صح ولا لا؟ اول واحد كان مين؟ الاوفثالميك ديفيجن. ما هو الاوفثالميك ديفيجن ده المفروض يتقال في الاوربت. يبقى احنا كده خلصنا حاجه من الاوربت. لو تحب وقتها عندنا وقت نقوله تاني نعيده ماشي مفيش مشكله. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن الكرينيال نيرفز كام؟ ثلاثه واربعه وسته. الثلاثه دول بتوع العين بتوع الاوربت، يبقى ده جزء من الاوربت. هو احنا ناقص لنا كام كرينيال نيرف؟ احنا قلنا الاربعه الاخرانيين وقلنا المره اللي فاتت اثنين يبقى سته. يبقى فاضل لنا ست نيرفات، واحد يتحط يقول لسه في سته يعني النص، لا ان شاء الله اللي فاضلين منهم ثلاثه هيجروا كده هوا في دقيقتين. والثلاثة دول بتوع العين ان شاء الله برضو ايه هنحاول نخلصهم بسرعه، فهمش تفاصيل كتيره ما عدا الكيلوموتور. الكيلوموتور بس ايه ما عدا الكيلوموتور، انما بقى التروكلر برضو فيه تفاصيل صغيره والابيوس سريع ان شاء الله. وبعد كده واحد واثنين وثمانيه سرعة جدا. حلو كرينيال نيرف صح؟ جدا. انا بحبها. انا حاربت اول لما جيت ان انا لازم اخد انا الكرينيال نيرفز دي باي شكل. الحمد لله بقى بتاعتي. طب بصوا يا شباب دلوقتي هنتكلم عن كرينيال نيرفز 3 و4 و6 بتوع العين. نرجع للقاعده بتاعتنا، ادي الميد برين وادي البونز وادي الايه؟ المضله اوبلونجات. تمام؟ تفتكروا في اي واحد من اللي انا هقولهم دلوقتي هيطلع من المضله؟ لا، مضله خلصناها 9 10 11 12. يبقى هيطلعوا يمين يمين حسب القاعده بتاعتنا 3 و4 من ميد برين، يبقى 6 هيطلع منين؟ من البونز. يبقى دي اول كلمه بيطلعوا فين في البرين ستيم. تاني حاجة تعالى نشوف الوظيفة بتاعتهم. قال لك الوظيفة بتاعت 3 و4 و6 بتبقى موتور. يدوني العضلات اللي حوالين العين. ما عدا 3 هنزود مع العضلات انه بيدي حاجة بره سمباثيتك كمان. يعني معنى كده ان اكيد كل نيرف من دول هيبقى له كام نيوكلياس؟ واحدة بس اللي هي الموتور نيوكلياس، ما عدا رقم 3 هيبقى له كام نيوكلياس؟ 2. واحدة هتبقى موتور والتانية هتبقى ايه؟ بره سمباثيتك. ابدا لي الاول بالكرينيال نيرف 6 نخلص منه. كرينيال نيرف 6 ادي النيوكلياس بتاعته، موجوده فين؟ موجوده في البونز. يبقى هنسميها ايه؟ اتفقنا ان هو موتور، يبقى اسمها موتور نيوكلياس اوف 6. طب هو اسمه ايه؟ النيرف اسمه ايه؟ اسمه ابيوسنت نيرف. جت منين كلمه ابيوسنت نيرف دي؟ جت من ان الابيوسنت نيرف او النيرف رقم 6 ده بيدي عضله واحده بس في العين. العضله الوحيده دي وظيفتها ان هي تخلي العين تبص لبره. تبص الناحيه دي كده لبره، ادي الميد لاين المناخير في النص اهوت. لو بصيت ناحيه النوز يبقى دوت لجوه، لو بصيت بره بعيد عن النوز يبقى ده لبره. اسم الحركه اللي لجوه دي ايه؟ ادكشن. خد بالك ادكشن اي دي دي، لو بصيت لبره ابدكشن. تمام كده اهوت. طيب يبقى النيرف دوت بيدي العضله اللي بتعمل ابدكشن، عشان كده اسمه ايه؟ ابديوسنت نيرف. تمام. اسم النيوكلياس بتاعته ايه؟ اسمها موتور نيوكلياس اوف ابديوسنت نيرف. بس انتهت القصه بتاعته كنيوكليس. طب بيطلع منين بقى؟ بص كده قدامك هتلاقيه طالع من اللور بوردر بتاع البونز عند المنطقه اللي ما بين البونز والايه؟ والبيراميد. يبقى ده الاوريجن بتاعه. طب اطلع لي بقى على 3 و4. ابدا ب4 الاول. بص كده ادي النيوكليس بتاعت 4. هو 4 بيدي ايه؟ موتور بس. اسم 4 ايه؟ اسمه تروكيلر نيرف. ليه اسمه تروكيلر نيرف؟ هنعرف كمان شويه. خد اسمه كده على عجيب. تمام. اسمه ايه؟ تروكيلر نيرف. تمام. خد بالك من حاجه، كل الكرينيال نيرفز اللي احنا قلناها تطلع من البرين ستيم او من البرين على قدام،
ما عدا النيرف ده. التروكلر نيرف رقم 4 هو الوحيد اللي بيطلع من ورا، يعني بيطلع من ورا كده ويلف لقدام، لكن الباقيين بيطلعوا من قدام على طول. حاجه ثانيه، كل الكرينيال نيرفز النيوكليوي بتاعتها بتطلع النيرف في نفس الجهه، يعني النيوكليوي ناحيه اليمين يبقى النيرف طلع ناحيه اليمين، لكن التروكلر نيرف هو الوحيد اللي النيوكليوس بتاعه ناحيه اليمين، النيرف بيطلع من ناحيه الشمال، يعني بيتعكس، يعني معكوس في الاتجاهين، معكوس انه بيطلع من ورا ومعكوس ان هو بيلف الناحيه العكسيه، يمين يبقى شمال وشمال يبقى يمين. جت منين القصه دي؟ بص كده معايا، ادي الموتور نيوكليوس بتاعت الناحيه دي، ادي الفايبرز اللي طلعت منها لفت على الناحيه الثانيه وظهرت لي من ورا، طلعت كده. ونفس الكلام حصل الناحيه دي، طلعت الفايبرز لفت عملت ديكاسيشن في النص وطلعت لي من الناحيه الثانيه. دي النيوكليوس بتاعت التروكلر نيرف. معلومه للام اس كيو، مين اكبر كرينيال نيرف؟ تراي جامي. مين ارفع كرينيال نيرف؟ تروكلير. مين اكتر كرينيال نيرف معرض للاصابه؟ ابديوسنت. ها خد بالك عشان الكلام هنا يبان متناقض. لما نقول مين ارفع نيرف مش معناه ان هو اكتر واحد معرض للاصابه، اكتر واحد بيتصاب هو مين؟ ابديوسنت، وهنقول كمان شويه ليه، تمام؟ ادي كده التروكلير نيرف. امال مين النيرف دوت؟ ده بقى رقم ثلاثة. طب هو رقم ثلاثة اسمه ايه؟ اوكيولو موتور نيرف. اوكيولو يعني ايه؟ يعني عين. موتور يعني ايه؟ يعني بيحرك. طب ما هو دول برضه بيحركوا العين، اشمعنى ما سميناهمش اوكيولو موتور؟ لان لو تلاحظ ده بيدينا عضلة واحدة في العين زي ما قلنا، وده برضه بيدينا عضلة واحدة في العين، انما باقي عضلات العين كلها بتاخد من ده. يبقى ده اهم واحد في العضلات، عشان كده اسمه ايه؟ اوكيولو موتور. وده الوحيد اللي ليه كام نيوكليوس؟ اثنين. طب دي هنسميها ايه؟ موتور نيوكليوس واوكيولو موتور نيرف. طب دي الباراسمباثيك نيوكليوس بتاعته اسمها ايه؟ مهمه دي بقى، بص كده اسمها مكتوب هنا، اسمها ايدنجر ويستفال نيوكليوس. ايدنجر ويستفال نيوكليوس ده اسم الباراسمباثيك نيوكليوس بتاعته. طب سؤال، لما تيجي تقول الباراسمباثيك نيوكليوس بتاع الفيشال نيرف كان اسمها ايه؟ حد فاكر؟ سوبيريور سليفاتوري نيوكليوس. كانت بتدي ايه؟ سبمانديبلر وسبلينجوال جلاند مثلا. لما تيجي تقول الباراسمباثيك نيوكليوس بتاعت الجلوسوفارينجيال لسه قايلينها اسمها ايه؟ انفيريور سليفاتوري نيوكليوس، بتدي مين؟ باروتال جلاند. طب الباراسمباثيك نيوكليوس بتاع الثلاثه اسمها ايه؟ ايدنجر وستيفان نيوكليوس، هتدي ايه؟ مش هتدي جلاند، هتدي عضلات اوتونوميك سبلاي باراسمباثيك. مين العضلات دول؟ عضلتين بيبتدوا بحرف السي جوه العين، واحده اسمها كونستريكتور بيوبيلي، واحده اسمها سيلياري ماسل. كونستريكتور بيوبيلي من اسمها واضحه، بتعمل كونستريكشن في البيوبل، صح الكلام؟ يعني هتدخل ضوء ولا ما تدخلش؟ ما تدخلش. والكلام ده منطقي ليه؟ لان الباراسمباثيك انا مش محتاج ادخل ضوء، السمباثيك هو اللي محتاج ايه؟ يدخل ضوء، صح الكلام؟ مش انتوا عارفين الكلام ده؟ ها؟ وقت الاستريس، وقت الفايت اند فلايت، لو في حاجه داخل خطر داخل عليا، السمباثيك يشتغل محتاج اوسع الايه؟ البيوبل، عشان ايه؟ اعرف اشوف كويس اللي جاي عليا، تمام؟ يبقى الباراسمباثيك كونستريكتور بيوبيلي بتعمل ايه؟ بيوبيلري كونستريكشن. طب السيلياري ماسل دي بتعمل ايه؟ دي بتشتغل على اللينس، على العدسه، بتعمل حاجه اسمها اكوموديشن ريفلكس. ايه الاكوموديشن ريفلكس؟ ان انت مثلا شايف القلم ده كده اهوت، فجاه اول ما قربه من عينيك كده هتحول وتزغلل، وبعد ثانيه هتركز وتعرف تشوفه تاني، صح ولا لا؟ مش انتوا عارفين الريفلكس دوت عدى عليكم في الفسيولوجي اكيد، ده ما عداش، اسمه اكوموديشن ريفلكس. مين اللي بيعمل، مين اللي بيشارك في الاكوموديشن ريفلكس ده؟ السيلياري ماسل، تمام؟ يبقى سؤال، لو الاوكيولوموتور نيرف دوت اتضرب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لوس اوف اكوموديشن ريفلكس، وهيحصل بيوبيلري دايليتيشن، يبقى البيوبل واسع على طول، صح الكلام؟ طيب مين ده؟ ده الميد برين. الميد برين مكون من نصين، صح الكلام؟ كل نص بسميه ايه؟ سيريبرال بيدانكل. يبقى معنى كده ان الاوكيلوموتور نيرف بيطلع من الميديال سايد بتاع السيريبرال بيدانكل، انما التروكلر بيطلع على اللاترال سايد بتاع الايه؟ سيريبرال بيدانكل، تمام؟ سهل الكلام لغايه دلوقتي؟ تعالى بقى خش لي في التفاصيل بتاعتهم في العضلات. الكلام ده المفروض اشرحه في الاوربت، مفيش مشكله لما نقول كلمه عليها في الاول. بص كده، ادي العين من على الجنب. طب انا باصص على العين منين؟ من على اللاترال ولا الميديال سايد دلوقتي؟ لاترال سايد، يعني شايل العظم كده وكشافها. فلقيت هنا في عضله ماسكه في العين من بره لونها ازرق. وفي عضله مستخبيه وراها ماسكه من جوه لونها بنفسجي. صح الكلام؟ ولقيت في عضله ماسكه في العين من فوق لونها برتقالي، وعضله ماسكه من تحت لونها وردي. يبقى في اربع عضلات ماسكين في الاربع اتجاهات، فوق وتحت وميديال ولاترال. الاربعه دول مع بعض بسميهم ريكتاي. كل واحده اسمها ريكتس.
ريكتس يعني ايه؟ يعني مستقيمه، يعني مش مايله. يبقى العضله دي هسميها ايه؟ لاترال ريكتس. يبقى العضله اللي جوه دي هسميها ايه؟ ميديال ريكتس. يبقى دي هسميها ايه؟ سوبيريور ريكتس. يبقى دي هسميها ايه؟ انفيريور ريكتس. صح الكلام؟ طب بص، بعد الاربعه دول لقيت هنا في عضله لونها اخضر جايه من تحت ومايله، يبقى دي هسميها ريكتس ولا اوبليك؟ اوبليك. يبقى اسم المصل دي ايه؟ انفيريور اوبليك، عشان تحت. بس لو بصيت هنا هلاقي في عضله ثانيه لون اصفر فوق خالص اهي، العضله دي برده مايله، اسمها سوبيريور اوبليك عشان فوق. واحد يقول لي مايله ازاي؟ انا مش شايفها مايله كده. اه، عشان انت باصص من على الجنب. لو بصيت من فوق زي الصوره الثانيه هتبان. اسم المصل دي ايه؟ سوبيريور اوبليك. طب بص هنا لقينا في عضله اخيره محشوره ما بين دي ودي. العضله الاخيره ديت مش بتمسك في العين بس، او مش بتمسك في العين سوري، رايحه تمسك في الجفن الفوقاني. طب العضله اللي بتمسك في الجفن الفوقاني دي وظيفتها ايه؟ انه لو المفروض كده تشده تفتحه لفوق، يعني تعمل له اليفيشن. صح الكلام؟ عشان كده اسم المصل دي ايه؟ ليفيتور بالبيبري سوبريوريس. سوبريوريس يعني الجفن الفوقاني. اسم المصل ايه؟ ليفيتور بالبيبري سوبريوريس. في كم عضله عندي موجوده في العين دلوقتي؟ نقول مع بعض، اربعه ريكتاي واثنين اوبديك وليفيتور. الاسامي ميديال ريكتس، لاترال ريكتس، سوبيريور ريكتس، انفيريور ريكتس، انفيريور اوبليك، سوبيريور اوبليك، ليفيتور بالبيبري سوبيريوريس. يعني انت لو باصص من فوق هتلاقي ثلاثه سوبيريور ورا بعض، اللي هم مين؟ سوبيريور اوبليك، ليفيتور بالبيبري سوبيريوريس، سوبيريور ريكتس. صح الكلام؟ طب بص على العين من فوق عشان تعرف تشوفهم تاني. ده كده الميد لاين، يبقى دي انهي واحده فيهم؟ لاترال ريكتس. تمام؟ يبقى دي انهي واحده فيهم؟ ميديال ريكتس. يبقى دي انهي واحده؟ سوبيريور ريكتس. يبقى دي انهي واحده؟ inferior rectus. يبقى مين اللي تحت دي؟ inferior oblique. يبقى فين الليفيتور بالبيبري سوبريوريس اللي كانت ماسكه في الجفن؟ ده انت شفت الجفن في الصوره، يبقى اتشالت. يبقى مين دي اللي كانت باينه من على الجنب مستقيمه؟ superior oblique. بص بتعمل ايه؟ بتيجي هنا في الاخر تلف لفه وتخش oblique، عشان كده اسمها ايه؟ superior oblique. امال ايه دي؟ مش ده العظم كده بتاع السكال؟ العظم بتاع السكال في المنطقه دي في حته فايبرس تيشو عامله زي البقره، يعني ماسكه في العظم كده اهوت، يعني دي بقره من الفايبرس تيشو ماسكه كده في العظم، والعضله دي جايه لفه حوالين البقره عشان تغير اتجاهها. متخيلين؟ طب البقره دي اسمها ايه؟ اسمها تروكليا. اسمها ايه؟ تروكليا. طب العضله اللي لفه حوالين التروكليا مين؟ سوبيريور اوبليك. طب مين اللي بيدي العضله اللي اسمها سوبيريور اوبليك؟ التروكلير نيرف. عرفتوا اسمه ليه تروكلير نيرف؟ عشان بيدي ماسل لفه حوالين الايه؟ التروكليا. تمام؟ في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ اسم الماسل دي ايه؟ لاترال ريكتس. اهي باينه قدامنا هنا. مين اللي بيديها؟ ما هي لاترال ريكتس اكيد بالعقل بتعمل ايه؟ ابدكشن. يبقى مين اللي بيديها؟ ابديوس. يبقى العضلات اللي قدامنا دي مين اللي بيديها؟ نفصصهم بقى. ديت هيديها ابديوسنت نيرف. صح الكلام؟ وديت هيديها مين؟ دي اللي فوق دي هيديها مين؟ تروكلر نيرف. والباقيين هيديهم مين؟ اوكيلوموتور نيرف. تمام؟ سهل الكلام كده مبدئيا؟ طيب بص لي بقى بعد كده على ايه؟ على الصوره دي. ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ ده الاوربت من قدام. فين الاي بول؟ شلتها. دي العضلات اللي كانت حوالين الاي بول، لما شلت الاي بول اتقصت. صح كده؟ يبقى مين المصل دي؟ لا كده الميديال سايد، كده ميديال ريكتس. مين دي؟ لاترال ريكتس. مين دي؟ انفيريور ريكتس. مين دي؟ سوبيريور ريكتس. مين دي؟ انفيريور اوبليك. مين دي؟ دي البقره هي، ادي السوبيريور اوبليك. يبقى مين دي المقصوصه؟ دي ليفيتور بالبيبري سوبيريورس. تمام؟ خدت بالك ان الاربعه ريكتس ماسل مع بعض ماسكين في نفس الدايره؟ يعني في البدايه في دايره كده فايبرس تيشو لون ابيض هم ماسكين فيها. اسم الدايره دي ايه؟ اسمها كومن تندينيوس رينج. ما هو كومن رينج ما بينهم، وهذا الكومن رينج عباره عن تندون فايبرس تيشو، يبقى اسمه كومن تندينيوس رينج. امال مين الاصفر اللي مقصوص ده؟ الاي اتشالت من هنا، يبقى مين اللي ماسك فيها ورا ده؟ اوبتيك نيرف. يبقى الاوبتيك نيرف معدي فين؟ جوه الكومن تندينيوس رينج. صح الكلام؟ سهل كده لغايه دلوقتي؟ طيب خش لي في اللي بعدها. هات لي بقى الثلاثه كرينيال نيرفز واحد واحد اللي ايه اللي معانا. نبدا برقم ثلاثه، مين هو؟ اوكيلوموتور. مش انا كان عندي هنا البرين ستيم والاوكيلوموتور طلع منه؟ خلاص انا قصيت البرين ستيم، يبقى مين الاسود ده؟ اوكيلوموتور نيرف. مين الازرق دوت؟ كافيرنا الساينس. يبقى الاوكيلوموتور نيرف وهو ماشي كده لقدام هيعدي على الكافيرنا الساينس. صح الكلام؟ وبعد كده هيعمل ايه؟ هيلاقي هنا فتحه مدخله على العين اسمها سوبيريور اوربيتال فيشر، يبقى هيدخل فيها يخش على العين. بس خدت بالك من حاجه؟ ده مش هو نفسه اللي دخل فيها، ده قبل ما يدخل اتقسم فرعين. صح ولا لا؟ اسمهم ايه بقى؟ سوبيريور ديفيجن
وانفيريور ديفيجن. اسم الفرعين ايه؟ سوبيريور ديفيجن وانفيريور ديفيجن. تمام؟ حد عارف مين الارتري المنقط اللي مستخبي في الكافرنا الساينس ده؟ ده الانترنال كاروتيد ارتري. لسه معدي عليكم قريب في البلاد سبلاي بتاع البرين. تمام؟ ده الانترنال كاروتيد ارتري. تعالى لي بقى للمنطقه دي تكبرها وكبر لي شكل النيرف كده عشان تعرف تشوف بيعمل ايه. بص كده، ادي النيرف الاسود اللي هنا ده هو نفسه النيرف الازرق اللي هنا. يبقى دوت الاوكيلوموتور نيرف. يبقى ادي كافرنا الساينس اللي هو معدي فوقيها، صح الكلام؟ خد بالك قبل ما نكمل، ادي السوبيرو اوربيتال فيشر. قبل ما نكمل الحته دي، حد فاكر اسم العظمه دي ايه؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها كلايتس. اسمها كلايتس. تمام؟ طب اسالك سؤال، هو انت لو شلت البرين المفروض العظم يبقى مكشوف قدامك على طول، ولا المفروض ان في حاجه اسمها ديوره، جزء من المننجيز بيبقى مغطي العظم من هنا؟ الديوره بتبقى موجوده هنا، فالكلايفس ديت متغطيه بالديوره اكن في ورقه كده فوقيها، وفي حته من الديوره لفه كده اهوت مغطيه الباقي، وحته مغطيه الباقي هنا. الديوره في الحته دي مش عارف حطوها ولا لا، بتيجي هنا في المنطقه دي تعمل كده اهو، تلف حوالين نفسها، بتعمل حاجه اسمها كروسنج. عدى عليكم المعلومه دي؟ طيب بص كده معايا، يبقى ادي كده اهوت المنطقه بتاعت الكلايفس الايه المستطيله دي، يبقى دي الديوره اللي مغطياها، يبقى دي المنطقه اللي جنبها، يبقى دي الديوره اللي لفه حوالين نفسها عامله ايه؟ كروسنج. خدت بالك من حاجه؟ الاوكيولوموتور نيرف عمل ايه في الديوره هنا؟ بيرسنج، خرمها. طب خرمها فين؟ قدام الكروسنج ولا ورا الكروسنج ولا عند الكروسنج؟ قدام الكروسنج. واحد هيبص للمعلومه دي باستخفاف ويقول مش هذاكرها، ويقول ايه يعني الكورس مش مشكله، ما انا هجاوب باقي السؤال، ما هتجي لك ام سي كيو مهمه. Which of the following nerve pierces dura in front of crossing of tentorium ايه؟ in front of point of crossing of tentorium cerebelli. حتى دي اسمها tentorium cerebelli. يبقى هتقول لي اني نيرف؟ اوكيولوموتور نيرف. مهم. طب الاوكيولوموتور نيرف ودي مهمه برضه في العمل الحته الجايه دي، عدى على مين الوقت؟ على الكافرنا الساينس. خدت بالك من حاجه؟ ده الاوكيولوموتور نيرف وهو معدي كده في نقطه تحته ونقطه تحته ونقطه تحته. لو كملت النقط المقصوصه دي هتبقى ثلاث نيرفات، يعني في نيرف هنا وفي نيرف هنا وفي نيرف هنا. يعني في كام نيرف معدي على الكافرنا الساينس؟ في اربعه. مين هم؟ لو عايزين تجمعوهم في كلمه بيتجمعوا في كلمه قط. قط اللي هو الايه؟ قط يعني قط. تمام؟ او تي تي. هتقول لي بس دول ثلاثه مش اربعه. اقول لك اه، ما هو او دوت هو الاوكيلوموتور، اول واحد معدي على الكافرنا الساينس. طيب حرف التي اللي بعده اللي هو ده هيبقى تروكيلر نيرف رقم اربعه اللي هنقوله بعدين. طب حرف التي الثالث، حرف التي الثالث هيتقسم للاثنين دول، ما هو الترايجيمينال. بس انهي جزء من الترايجيمينال؟ كانوا مين الاثنين دول؟ الاوفسالميك والماكزيلري. فاكرين؟ قلنا المانديبلر ملوش علاقه بالكافيرنا السايتس. ممكن اسالك في الام سي كيو، مين من النيرفات الاتيه مش معدي على الكافيرنا السايتس؟ اجيب لك ثلاثه من دول صح والرابع هو الغلط. تمام؟ طيب خدت بالك من حاجه؟ مين الارتري اللي جوه الكافيرنا السينس ده زي الصوره؟ انترنال كاروتيد ارتري. اي ارتري في اي منطقه ممكن تلاقي حواليه سمباثيك فايبرز، يبقى دي سمباثيك فايبرز حوالين الانترنال كاروتيد طلع منها لفه حوالين مين؟ الاوكيولوموتور. يبقى الاوكيولوموتور نيرف دلوقتي هيخش ايه؟ في سمباثيك فايبرز، صح ولا لا؟ طب السمباثيك فايبرز دي هتروح فين؟ هي المعلومه دي مش مكتوبه وما تهمنيش، انا يهمني بس تعرف ان ماشي معاها سمباثيك فايبرز. لكن عشان لو حبيت تعرف سمباثيك فايبرز مع اوكيولوموتور نيرف، مش احنا قلنا انه هيبدا عضله اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريوريس؟ الليفيتور بالبيبري سوبريوريس فيها جزء اوتونوميك. وظيفته ايه الجزء الاوتونوميك دوت؟ وظيفته ان انت لما تتفاجئ بحاجه تقوم عامل كده اهو مبرق. انت بتفكر لما تتفاجئ بحاجه ان انت هتبرق؟ ما بتفكرش. ايه اللي بيحصل؟ ليفيتور بالبيبري سوبريوريس الجزء السمباثيك اللي موجود فيها يشتغل، يشغلها يخليها تسحب الجفن لفوق فتفتح قوي كده. تمام؟ يبقى دي السمباثيك فايبرز اللي ماشيه مع مين؟ اوكيلوموتور. طب اوكيلوموتور وصل لغايه هنا سوبيريور اوربيتال فشر، اتقسم لكام برانش؟ اثنين، اسمهم ايه؟ سوبيريور ديفيجن وانفيريور ديفيجن. ده الانفيريور الغامق وده السوبيريور الفاتح. امال مين الحلقه الزرقاء دي؟ حد عارف؟ دي الرنج اللي كنا شفناها من قدام العضلات ماسكه فيها، اسمها ايه؟ كومن تندينيوس رنج. معنى الكلام ده ان الاثنين ديفيجنز بتوع الاوكيلوموتور معديين جوه ولا بره الرنج؟ معديين جوه الرنج. ما تستهلكوش الحاجات دي، كل دي مواضع اسئله. مين معدي جوه الرنج؟ مين معدي بره الرنج؟ مين معدي في السوبر اوربيتال فيشر؟ مين ماشي على الكافيرنا السايتس؟ مين عدى قدام الكروسنج؟ مين خرم ورا الكروسنج؟ مين خرم عند كل ده مهم. مفيش حاجه بتتساب في الكرينيال نيرفس. تمام؟ طيب وصلنا لغايه هنا، ده انهي ديفيجن؟ انفيريور ديفيجن. وده انهي ديفيجن؟ سوبيريور ديفيجن. مين المصري؟
دي اللي فوق تبقى سوبيريور ريكتس، صح الكلام؟ مين المصل دي؟ دي على الميديال سايد تبقى ميديال ريكتس. مين المصل اللي هنا بس شلتها؟ لاترال ريكتس. ليه شلتها؟ مش محتاجه في الاوكيلوموتو بتاعت مين؟ الابديوس، صح الكلام؟ طيب مين المصل اللي تحت البرتقالي دي؟ inferior rectus. مين المينا من تحت دي اللي مستخبيه البنفسجي دي؟ inferior oblique. تمام كده اهوت. مين دي اللي مقصوصه؟ دي راحه الجاف، مش ماسكه في العين، يبقى راحه الجاف. levator palpebrae superior، صح الكلام؟ خدت بالك من حاجه؟ ان كل العضلات اللي فاضله ديت واخده من oculomotor nerve، صح الكلام؟ كلها واخده من inferior division ما عدا مين؟ ما عدا الاثنين السوبيريور اللي موجودين اللي هم مين؟ superior rectus و levator palpebrae superioris. واحد دلوقتي ممكن يحس ان الموضوع بقى ايه غلس قوي، انا هقعد احفظ مين اللي بالسوبيريور ديفيجن ومين اللي بالانفيريور ديفيجن ومين اللي بالتراكتر ومين اللي بالابيوس. والله الموضوع في منتهى السهوله، انت بس احفظ لي، خصوصا لما تاخد الاوربت ان شاء الله وتحفظ اسامي العضلات اكتر، انت هتحفظ اساميهم، هترص اسمهم في الامتحان قدام، وبعدين تيجي تقول ايه شاطب على اللاترال ريكتس. ليه؟ لانها مش واخده من الاوكيلوموتر، وهتشطب على اني واحده سوبيريور اوبليك لانها واخده من مين؟ من التراكتر. اللي هيتبقوا قدامك تقوم واخد منهم سهم كده، عامل ايه؟ تكتب انفيريور ديفيجن، بس تاخد سهم من اللي عليهم كلمه سوبيريور تعمل ايه؟ سوبيريور ديفيجن اللي هم مين؟ سوبيريور ريكتس وليفيتور بالبابري ايه؟ سوبيريورس. هتيجي معاك كده؟ طيب يبقى لنا بقى حاجه واحده بس، ايه هي؟ عشان نخلص الاوكيلوموتور، احنا مش قلنا الاوكيلوموتور بيدي باراسمباثيك فايبرز؟ طب هي فين الباراسمباثيك فايبرز؟ ما جبناش سيرتها. بص بقى معايا، ادي الاوكيلوموتور بدايته هنا، في عندي هنا نيوكليس جوه اسمها ايه؟ ايدنجر وستيفال نيوكليس. يبقى الفايبرز اللي هتطلع منها نوعها ايه؟ باراسمباثيك بري جانجليونيك باراسمباثيك فايبرز. هتدخل في قلبه، هتخش معاه، هتروح في انهي ديفيجن؟ في الانفيريور ديفيجن. طب بعد ما توصل الانفيريور ديفيجن هتقوم داخله هنا اهوت من النيرف دوت على الجانجليا اللي موجوده جنب العين دي. هو في جانجليا جنب العين خدناها المره اللي فاتت اسمها سيلياري جانجليا. تقوم يحصل ايه جوه هنا اهوت؟ ريلي. يقوم البري جانجليونيك باراسمباثيك فايبرز تطلع ايه دلوقتي؟ بوست جانجليونيك باراسمباثيك فايبرز اللي هي متلونه بالاصفر القصيره دي، هنسميها شورت سيلياري نيرفز. يعني البوست جانجليونيك فايبرز نفسها اسمها شورت سيلياري نيرفز. تعمل ايه النيرفز دي؟ تعمل بيرسنج للاي بول، تخش جواها تلاقي عضلتين اللي هم مين ومين؟ كونستريكتور بيوبيلي وسيلياري ماسل، تديها باراسمباثيك ايه؟ سابلوار. القصه دي مطلوبه من هنا؟ اه مطلوبه بالتفصيل، لان ممكن اجيب لك حاله في وسط الحاله دي بتكلم ان في لايت ريفلكس وان في عضله باظت وان العضله اسمها سيلياري وكونستريكتور بيوبيلي، او اقول لك ايه الباراسمباثيك باس واي بتاع الماسل اللي سبلايت في الحاله اللي فوق، فانت لازم تقول لي من الاول كل القصه. تمام؟ احنا طالب طب لازم نكبر كده، انا اكلت كمان يعني اي كلام. طيب خلاص كده اهوت، كيلومتر نيرف سهل. تمام؟ طيب لو حصل اصابه للاوكيلوموتور نيرف بيحصل ايه؟ قلنا حاجه من شويه. لوس اوف اكوموديشن ولوس اوف لايت ريفلكس، لوس اوف اكوموديشن ريفلكس سوري، وبيوبيلاري دايليتيشن. وايه كمان؟ الاهم بقى، مين العضلات اللي هتتضرب؟ هيتضرب كل عضلات العين ما عدا سوبيريور اوبليك ولاترال ريكتس. مين اللي فيهم اقوى؟ لاترال ريكتس. يبقى العين هيحصل فيها ايه في الحاله دي؟ هتبص لبره. يبقى الناحيه السليمه انت باصص عادي، لكن الناحيه الثانيه فيها حوالي العين بص ايه لبره، يبقى هيحصل حاجه اسمها دبل فيجن او ديبلوبيا. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي شايف قدامك الحيطه دي، العين دي مش هتاخد تجيب الحيطه دي، مش هتبقى زي السحليه يعني، مش هتشوف حطين في نفس الوقت، لكن ايه؟ عينك هتاكل شويه كده هتجيب نفس الحيطه دي بس مش بنفس التفاصيل. يبقى اكنك شايف نفس الاستراكشر بس ايه، في انطباع لصورتين مختلفتين ليه، لاختلاف الزاويه اللي انت باصص بيها. اسم الحاله دي ديبلوبيا. يبقى حصل لك الوقت سكوينت مع ايه؟ مع ديبلوبيا. اسمه ايه السكوينت اللي حصل في الحاله دي؟ لاترال سكوينت، لان العين بصت على ايه؟ على اللاترال سايد، الى جانب طبعا الكلام اللي قلناه من شويه اللي هو ايه؟ يوبيلر ديبليتيشن ولوس اوف ايه؟ اوف ريفلكس. تمام؟ هات لي النيرف اللي بعده. خلاص ما دام القصه مشيت اوكيلوموتور هتلاقي اللي باقيين اسهل. ها ادي النيرف اللي بعده رقم اربعه، اسمه ايه؟ تروكلر نيرف. طلع لقدام، عدى على الكافيرنا الساينس، وصل السوبيريور اوربيتال فيشر، ريحنا، دخل فيها زي ما هو، ما اتقسمش. بس شوف قصته هنا عامل ازاي؟ عمل ايه؟ عمل بيرسنج للديورا عند السايت بتاع الكروسنج بالظبط، مش قدام الكروسنج زي الاوكيلوموتور. بعد كده هيمشي فين؟ هيمشي على الكافيرنا الساينس، في الكلمه اللي قلناها من شويه اوب. بس مين اللي فوقيه؟ اوكيلوموتور. ومين اللي تحتيه؟
البرانشين بتوع الاترا جيمين، صح الكلام؟ طب بعد كده هيعمل ايه؟ جاله سمباثيتك فايبرز؟ لا ما جالوش. طب بعد كده عمل ايه؟ دخل في السوبيرو اوربيتال فاشر، بس واخد بالك من الرينج هنا؟ ماشي بره الرينج، ما دخلش فيه. طب بعد كده هيكمل يلاقي العضله المايله دي اسمها ايه؟ سوبيرو اوبليك، يديها نيرف سبلاي وبس انتهت قصتها. سؤال بقى، لو حصل فيه انجري ايه اللي هيحصل؟ لما تاخدوا الاوربت معايا ان شاء الله هتعرفوا ان السوبيرو اوبليك عكس اسمها، العضلات اللي اسمها اوبليك عكس اسمها، حركه الاوبليكت اللي حصلت فيها خليتها عكست الاكشن. هي اسمها سوبيرو اوبليك، وظيفتها انك تخليك تبص لتحت. يبقى البيشنت دوت هيحصل عنده مشكله في الناحيه المصابه ان هو يبص لتحت. تظهر امتى اكتر؟ تظهر لما انت تقول له بص لتحت وتخليه يركز، يعني سب قدامك كده ويبص لتحت. ايه اللي هيحصل؟ يجي يبص لتحت تلاقي العين السليمه بتبص لتحت عادي، والعين الثانيه مش عارفه تبص لتحت. يبقى هيحصل لي في الحاله دي ايه؟ سكوينت، صح الكلام؟ سكوينت يعني ايه؟ يعني كل عين باصه في ناحيه، صح الكلام؟ بس السكوينت ده مش هيبان غير امتى؟ لما تعمل الاختبار ده، لما تقول للبيشنت بص ايه لتحت. يبقى اونلوكنج داون وورد هيحصل ايه؟ ديبلوبيا وسكوينت، تمام؟ يبقى دي الاصابه بتاعت مين؟ بتاعت التروكلر نيرف. بعد كده نيجي للنيرف، شفتوا؟ عدى في ثواني، النيرف اللي بعده ابديوسنت نيرف. طب قصه الابديوسنت عامله ازاي؟ برضه الابديوسنت طلال جه هنا على الكافيرنا ستاينس، عدى عليها، دخل في السوبيريور اوربيتال فاشن، كبر شويه. مش احنا قلنا هنا هو الديورا موجوده في الحته دي فوق الكلايفس، وقلنا المنطقه اللي بره دي الديورا لفه حوالين نفسها. ده بقى ملوش علاقه بالحته اللي لفه حوالين نفسها، ده هيعمل بيرسنج للديورا فوق الكلايفس على طول. يعني بص كده، ادي الديورا من منطقه الكلايفس هو بيخرمها على طول. بعد كده هيعمل ايه؟ مين البوندي؟ بيترس بارت اوف تمبرال بون. ملاحظ ان البيترس بارت اوف تمبرال بون شبه المثلث، يعني هنا عريضه ومن منطقه ليها ايبكس مدبب، صح الكلام؟ لو تلاحظ ان اهوت الابديوسنت نيرف بيعدي هنا، ادي الايبكس بتاع البيترس تمبرال بيعدي جنبها، عشان كده ده اكتر نيرف معرض للاصابه لما تيجي خبطه جامده او كونكشن في البرين او مثلا فراكشر في البيس بتاع السكال. بيجي السن ده اكنه سكينه يجرح الابديوسنت، ممكن يقطعه ويحصل فيها ايه؟ انجري في الابديوسنت نيرف. طب الابديوسنت نيرف هيمشي هنا مع الاوبت دي؟ لا مش ماشي معاه، امال ماشي فين؟ ماشي انسايد الكافيرنا ساينس، اكنه داخل في قلبها جنب اني ارتري؟ جنب الانترنال كاروتيد ارتري انفرولاترال دوئت، تمام؟ طب الابديوسنت نيرف هيكمل، دخل في السوبيريور اوربيتال فيشر، طب بعد كده هيكمل، دخل جوه الرينج، طب بعد كده هيكمل هيدي مين؟ لاترال ريكتس. طب لو اتصاب ايه اللي هيحصل؟ العين هتبص لجوه، وهيحصل ايه؟ ميديال سكوينت مع ديبلوبيا، ديبلوبيا دي تلقائي كده بتتقال مع الايه؟ مع السكوينت، تمام؟ في حاجه صعبه كده اهوت؟ طب خلاص كده خلصنا ثلاثه واربعه وسته. سؤال، لو تلاحظ كده اهوت ان السوبيريور اوربيتال فيشر معدي في حاجات كتيره قوي. تيجي لك في امتحان العملي بالذات، حط لك سلك في السوبيريور اوربيتال فيشر منشن 3 اور 4 ستراكشرز باسنج هير. فعندنا بقى مثل، المثل ده بقى مش احنا اللي مألفينه، يعني احنا بنقعد مع بعض كده نألف والدكتور هنا يجيب حاجه من عنده وانا اجيب حاجه من عنده بتاع. المثل ده هتلاقيه في الكتب، الكتب المعتمده، يقول لك ايه؟ ليف فري تو سي نو انسلت اكو، ليف فري تو سي نو انسلت ات اول. ات اول دي كلمه واحده. خد بقى الحرف الاول، حرف ال لاكريمال نيرف. اللاكريمال نيرف بيعدي في السوبيريور اوربيتال فاشر. مين اللاكريمال نيرف ده؟ واحد من الثلاثه بتوع الترايجيمينال، تمام؟ فري فرونتال نيرف. مين الفرونتال نيرف دوت؟ ها؟ واحد من الثلاثه بتوع الاوفسالميك بتاع الترايجيمينال، تمام؟ تو هيبقى مين؟ تروكيلار نيرف الرابع اللي احنا لسه قايلينه. سي سوبيريور ديفيجن اوف اوكيلوموتور نيرف، مش الاوكيلوموتور نفسه، احنا قلنا بيتقسم اثنين قبل ما يخش. نو نيزو سيلياري نيرف، تمام؟ مين النيزو سيلياري ده؟ واحد من الثلاثه بتوع الاوفسال. انسلت انفيريور ديفيجن اوف اوكيلوموتور نيرف. ات اول حرف الايه؟ ابديوسنت نيرف اللي هو رقم كام؟ رقم 6، تمام؟ طيب ايه رايك بقى ان انت ممكن تحفظ كل دول وما تعرفش تجاوب السؤال في الامتحان العملي؟ تعرف الحكايه دي؟ ليه؟ لان انا ممكن اقوم جايب لك السلك في السوبيريور اوربيتال فيشر والسؤال يبقى عامل ازاي بقى؟ منشن فينز اور بلاد فيزلز باسنج هير، يبقى انا غلس. فيعني ان شاء الله مش هنبقى مش هنغلس، لكن في مصر كنا بنغلس كده في الحته دي، يعني ايه؟
من الطلبه بتحفظ المثل وحافظ لهم 7-8 نيرفات، لا احنا هنعجزهم بقى نجيب لهم فين معدي في السوبيريور اوربيتال فيشر. ايه معدي في السوبيريور اوربيتال فيشر؟ معدي فين فوق النيرفات وفين تحت النيرفات. الفين اللي فوق اسمه سوبيريور اوف سلمك، واللي تحت اسمه ايه؟ انفيريور اوف سلمك. تمام؟ يبقى ادي الايه السوبيريور اوربيتال فيشر والحاجات اللي معديه فوقيه، وكده خلص الايه السكس كرينيال نيرف. كده فاضل لنا بالظبط 3 كرينيال نيرفز، 1 و2 و8. كده تضرب الدكتور محاولات. نعم؟ محاولات خلاص. 1 و2 و8. بس هم اللي ناقصين. 1 و2 و8. كرينيال نيرفز بقى رقم 1 و2 و8 بيورلي سنسوري نيرفز. التفاصيل الدقيقة بتاعتهم هتاخدوها في السيولوجي. يعني أنا مثلا هقول لك الإيه؟ النيرف رقم 2 اسمه أوبتيك نيرف بتاع العين. تمام؟ أنا بس هشرح لك شكله عامل إزاي. لكن فيجوال باس وين والإفكت بتاع الإنجري إيه؟ تاخدها في الفسيولوجي، تمام؟ وهو ده اللي بيسهل الموضوع. ككلمتين كده سريعة في كل نيرف منهم. آدي أول نيرف هنبدأ بيه اللي هو مين؟ اللي هو رقم 1 والفاكتوري نيرف بيورلي سنسور. آدي كده النيزل كافيتي، تمام؟ نيزل كافيتي متغطي بإبيثيليوم بميوكوزا. الميوكوزا اللي موجودة فوق عند السقف كده من فوق اسمها اولفاكتوري ميوكوزا. الاولفاكتوري ميوكوزا اللي فوق دي فيها الريسبتورز بتاعت الاسمال، يعني الريحه تدخل من هنا على فوق على طول تلشق في الايه؟ في الابيثيليوم ده في الريسبتورز. طب هنا موجود عندي الاسقاط من فوق هنا، لو تفتكروا المنطقه دي كان فيها منطقه مخرمه اسمها كريبريفورم بليت اوف اسمويد بون. يقوم هنا هو تبص تلاقي ان في نيرف سيلز، النيرف سيلز دي معديه في الايه؟ في كريبريفورم بليت اوف اسمويد بون. لو انت عديت عدد الفتحات اللي موجوده في الكريبريفورم بليت هتلاقيهم حوالي 20. خد بالك من حاجه، الكريبريفورم بليت اوف اسمويد بون لو انت باصص عليه كده من فوق اللي هو ده المنطقه دي هتلاقي حوالي 20 فتحه يمين و20 شمال. كل فتحه من دول بيعدي فيها فتله من الفتل بتوع الايه؟ بتوع الاولفاكتوري نيرف. يعني الاولفاكتوري نيرف ما هوش نيرف يتمسك في ايدك، لا ده عباره عن فتل رفيعه عددهم كام؟ 20. بنسميها فايله. يبقى في كام فايلم في كل ناحيه؟ 20 فايلم. طب الفايلم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بايبولر نيرف سيل. ادي السيل بادي هي بايبولر، ليها ناحيتين. البروسيس اللي جاي الناحيه دي اسمها بريفرال بروسيس، والبروسيس اللي داخل جوه دي اسمها سنترال بروسيس. البريفرال بروسيس واصله للريسبتورز بتستقبل الريحه، تدخلها على مين؟ على السنترال بروسيس. السنترال بروسيس تعدي في الكريبريفورم بليت اوف اسمويد تخش على مين؟ تخش على كلكيعة كده موجودة في البرين من تحت شفتوها كان اسمها ايه؟ اولفاكتوري بالب. ادي الاولفاكتوري بالب. والفاكتوري بالب بعد كده بتودي الانبوبة اسمها اولفاكتوري تراكت. الاولفاكتوري تراكت دي كانت ماشية في سالكس اسمه اولفاكتوري سالكس. صح الكلام ده؟ فاكرينه؟ ها؟ الاولفاكتوري تراكت بعد كده هتخش على مين؟ هتخش ناحية الكورتكس. عشان كده بنقول ان الايه؟ اولفاكتوري نيرف في النهاية اكنه ماسك في الايه؟ في السيريبرال هيمسفير. تمام؟ يبقى دي القصه بتاعت الاولفاكتوري نيرف اللي انا عايزها. لو حصل اصابه في الاولفاكتوري نيرف هيحصل ايه؟ انوزميا، يعني لوز اوف سميل. طب تفتكروا الانوزميا هتبقى يوني لاترال ولا باي لاترال؟ على حسب، هو نيرف واحد اللي اتضرب ولا اثنين؟ امتى النيرفين يتضربوا؟ لما يحصل فراكشر في الاسقال من قدام بحيث ان الكريبريفورم بليت اوف اسمويد ده كله يتكسر فيقطع الايه؟ الحبال كلها. لكن امتى تبقى الاصابه في ناحيه واحده تاخد النص كده بالظبط؟ لو المشكله اساسا جايه من البرين من فوق، زي ان في ناحيه في البرين الفرنتال لوب فيها مشكله، فيقوم الفرنتال لوب دوت مثلا في تيومر، يقوم التيومر تمتد للايه؟ للاولفاكتوري نيرف بتاع الناحيه بتاعتها بس. فده الفرق ما بين الايه؟ يوني لاترال او باي لاترال ايه انوزمو. ادي النيرف الاول. النيرف الثاني اوبتيك نيرف. ادي الاي بول. تمام؟ ادي البولز بتاعت الاي بول، ده الانتيريور بول وده البوستيريور بول. لو تلاحظ كده الاوبتيك نيرف طالع بميل مميل، يعني هو بعيد عن البوستيريور بول بقد ايه؟ تقريبا بحوالي 3 مللي، مش طالع عند المنطقه بتاعت البوستيريور بول بالظبط. يطلع الاوبتيك نيرف من الاي بول من الريتنا، من في لاير في الريتنا اسمها جانجليون سيل لاير، هو بيطلع منها يرجع لورا. وهو راجع لورا كده يلاقي الرنج اللي اسمها ايه اللي قلناها من شويه؟ كومن تندينيوس رنج، يخش جواها. يرجع وراها شويه يلاقي فتحه في الاسقال اسمها اوبتيك كانال. يعدي في الاوبتيك كانال يدخل جوه الاسقال. يجي له النيرف بتاع الناحيه الثانيه يتقابلوا مع بعض. يعملوا شكل صليب. شكل الصليب دوت اسمه اوبتيك كياسما.
الاوبتيك كياسما دي يطلع منها انبوبه اسمها اوبتيك تراكت الناحيه دي واوبتيك تراكت الناحيه الثانيه. اوبتيك تراكت دي تخش على البرين تعمل حاجه اسمها اوبتيك راديشن يروحوا بعد كده للفيجوال كورتكس. تمام؟ ايه الايفكت بتاع الانجري بتاعه؟ هتاخدوه في الفسيولوجي. في شويه تكات تهمني اناتومي ريليشنز بقى. ايه الريليشنز بتاعته؟ خدت بالك من حاجه؟ مين الارتري اللي موجود جوه السكال ده؟ انترنال كاروتيد. انترنال كاروتيد ارتري بيطلع منه برانش مهم اسمه اوفثالميك ارتري اللي هو ده. الاوفثالميك ارتري هيخش ناحيه العين. الاوفثالميك ارتري يطلع منه هو نفسه كمان برانش ثاني، البرانش دوت يخش في قلب الايه؟ الاوبتيك نيرف. يعني الاوبتيك نيرف مخروم بارتري؟ اه. في ثلاث نيرفات في جسمي هم اللي بيحصل فيهم الحركه دي، ان ارتري يخرمهم ويخش جواهم. مين هم؟ في نيرف في الابر لمب اسمه ميديان نيرف كان فيه الحركه دي، وفي نيرف في اللور لمب كان فيه الحركه دي اسمه سياتيك نيرف، وادي الثالث اللي هو الايه؟ الاوبتيك نيرف. ودي ممكن تتسال في الشفا عندنا في مصر بيقول لك ايه؟ مين النيرف اللي لو اتقطع ينزف؟ هم ثلاثه منهم الايه؟ الاوبتيك نيرف. طب الارتري اللي هيخش في قلب الاوبتيك نيرف دوت هينبشر منه على مين؟ على الريتنا. يعني الارتري دوت هو البلاد سبلاي الوحيد اللي بيدي الريتنا. يعني الارتري ده لو اتقطع يحصل عمى. اسمه ايه الارتري الرفيع ده؟ سنترال ريتينال ارتري. جاي منين؟ من الاوفثالميك. صح الكلام؟ طب يبقى دي معلومه. المعلومه الثانيه لو تلاحظ كده الاوبتيك نيرف تورتوس مش مستقيم. ليه؟ عشان مع الموفمنتس بتاعت الاي بول يعرف يجي يمين وشمال ما يتقطعش. تمام؟ الحاجه الثانيه لو تلاحظ كده لسه قايل الاسم دوت ايه؟ الاوفثالميك ارتري. امال مين النيرف الرفيع ده؟ ده خدناه قبل كده اسمه نيزو سيلياري نيرف. دي ممكن تتسال ام سي كيو. الاوبتيك نيرف كروسد باي ايه؟ مين اللي معدي عليه؟ اوفثالميك ارتري ونيزو سيلياري نيرف. سهل الكلام لغايه دلوقتي؟ ها؟ ايه تاني ممكن يتقال؟ مين اللي موجود هنا جوه السكال؟ البرين. مش البرين متحوط بمننجيز؟ المننجيز بتاعت البرين بيطلع منها جزء يحوط الاوبتيك نيرف لغايه نهايته. يعني الاوبتيك نيرف متحوط بغلاف من بره. ايه الغلاف دوت؟ المننجيز بتاع البرين. تمام؟ بس ادي الاوبتيك نيرف ده اللي انا عايزه فيه. اخر نيرف عندنا ونخلص الجزء النظري هو مين؟ 8. طب النيرف رقم 8 اسمه ايه؟ هو مسؤول عن ايه الاول؟ مسؤول عن الهيرنج ومسؤول عن الاتزان الايكوليبريا. عشان كده اسمه بيجمع ما بين الكلمتين بنسميه ايه؟ فيستيبيولو كوكليار نيرف. فيستيبيولو يعني ايه؟ اتزان. كوكليار يعني سمع. ليه اسم تاني بس الاسم التاني مش منتشر. ستيتو اكوستيك نيرف. ستيتو اتزان اكوستيك سمع. يبقى لما اقول لك النيرف 8 اسمه ايه؟ فيستيبيولو كوكلر او ستيتو اكوستيك نيرف. تمام؟ بص لي هنا اهوت على شكل النيرف عامل ازاي. فاكرين دي مين؟ دي البترس بارت بتاع التمبورال بون. جوه البترس بارت بتاع التمبورال بون اتفقنا هنا في تجويف اسمه ايه؟ ميدل اير وانر اير. دي هتبقى مين؟ ميدل. دي هتبقى مين؟ انر اير. ركز لي على دي. لو جبت الانر اير دي كبرتها وفتحت العظم من جوه هتلاقي شكلها عامل كده اهو. هتلاقي تجاويف موجوده في العظم بالشكل ده، وهتلاقي تجاويف موجوده بالشكل ده. التجاويف دي شبه ايه؟ شبه القوقعة. فبنسمي التجويف دوت كوكليا. طب التجويف دوت شبه الايه؟ شبه القنوات واخده شكل نص دايره، فبنسمي دي سيمي سيركولار كانالز. مين اللي موجود جوه التجاويف دي؟ الريسبتورز بتاعت الاتزان. مين اللي موجود جوه القوقعه دي؟ الريسبتورز بتاعت السمع. حد عارف الريسبتورز بتاعت السمع اسمها ايه؟ عدتش عليك. اورجان اوف كورتي. مش مشكله هتاخدوها في الهيستولوجي وفي الاناتومي. اه هتاخدوها في الاير في الاناتومي بتاع الاير ان شاء الله. تمام؟ المهم ان انا عندي هنا ريسبتورز بتاعت السمع وهنا ريسبتورز بتاعت ايه؟ الاتزان. تمام؟ طب ايه اللي هيحصل هنا هو؟ جنب الريسبتورز دي يعني في قلب العظم برضه ما زلت جوه العظم، مين الفتحه دي؟ حد عارف؟ انترنال اوديتوري ميتس. خدتوها ولا لا؟ اسم الفتحه دي انترنال اوديتوري ميتس. يعني هنا الفتحه دي هي نفسها برضو مين؟ انترنال اوديتوري ميتس. يعني كل اللي انا بشرحه ده مستخبي في قلب العظم. جوه هنا في جانجليا وجوه هنا في جانجليا. الجانجليا ديت بتاعه السمع والجانجليا دي بتاعه الايه؟ الاتزان. يبقى كل جانجليا جواها في ايه؟ باي بولر نيرف سيلز. صح الكلام؟ يبقى هنا في باي بولر نيرف سيلز ليها بريفرال بروسيس هنا وليها سنترال بروسيس هنا. وهنا ادي البريفرال بروسيس داخله في القوقعه وادي السنترال بروسيس. يبقى تفتكروا البريفرال بروسيس هنا هتجيب ايه؟ هتجيب الاستيميوليشن بتاع الايه؟ الاتزان. وهنا هتجيب الاستيميوليشن بتاع السمع. يبقى السنترال بروسيس هتخش تعمل لي النيرف نفسه، صح ولا لا؟ تنقل الاحساس. يبقى النيرف البرتقالي دوت بتاع السمع. يبقى النيرف الاخضر دوت بتاع الاتزان. يبقى اسم النيرف دوت فيستيبولار نيرف.
يبقى اسم النيرف دوت ايه؟ كوكليار نيرف. يبقى النيرفين مفصولين جوه السكال، لكن مجرد ما يخرجوا من الفتحه دي قدام عيني هيكونوا قابلوا بعض فيبانوا ان هما نيرف واحد. اسمه ايه النيرف ده؟ فيستيبلو كوكليار نيرف. هما باينين قدامي في الحته المكشوفه، مجرد ما يدخلوا البرين ستيم يرجعوا ينفصلوا جوه، كل واحد يروح النيوكلياي بتاعه. طب دي النيوكلياي بتاعت مين؟ الاتزان. ادي 4 نيوكلياي. ودي النيوكلياي بتاعت مين الحمراء دي؟ السمع. 2 نيوكلياي. دول اسمهم ايه؟ فيستيبلر نيوكلياي. ودول اسمهم ايه؟ كوكليار نيوكلياي. طب الفيستيبلر 4 اسمهم ايه؟ سوبيريور وانفيريور وميديال ولاترال. طب بتوع السمع الكوكليار نيوكلياي اسمهم ايه؟ دورسال وفنترال. طب انا الاحساس بتاع السمع والاتزان وصل لي هنا، بعد كده هيعمل ايه؟ يكملوا في الباس واي بتاعهم تبع الفسيولوجي. في حاجه صعبه كده؟ يبقى الفيستيبلو كوكليار نيرف الجزء اللي باين قدام عينيا يبان نيرف واحد، لكن في البدايه والنهايه كانوا ايه؟ متفرعين لايه؟ لنيرفين. تمام؟ بس الحمد لله.